الأخيرة على كل جماهير المصرية أهلوية وزملكاوية، مبروك للنادي الأهلي، أخيرا التاسعة جت وبقت في الجزيرة. استمتعنا النهاردة بيوم رائع، يوم جميل في الكرة المصرية، ولكن زي ما بنقول الكبير كبير، الأهلي سيد أسياد أفريقيا بيحصل على التاسعة أخيرا بعد غياب بنقول 8 سنين أو 7 سنين. بيصل النادي الأهلي لمراده في هذه البطولة، وبالتالي من 2013 احنا 2020، وبالتالي مبروك للنادي الأهلي، مبروك لكل الجماهير الأهلوية، مبروك للجهاز الفني، مبروك لكل محبي النادي الأهلي في كل مكان في العالم. يعني اكيد واحنا بنتكلم انجاز كبير، انجاز لمجلس إدارة النادي الأهلي وترأسه طبعا كابتن محمود الخطيب. اكيد في امور كتير داخل جدران النادي الأهلي ادت للوصول لهذه البطولة. اكيد وانت بتختار مدير فني في توقيت صعب النادي الأهلي يبحث عن هذه البطولة، اكيد الاختيار ده كان مهم جدا جدا جدا، وبالتالي الإدارة هنا بيبقى ليها دور مهم، الإدارة هنا بيبقى تفكيرها لبعد اكبر عن الدوري الممتاز، وبالتالي هنا لازم ندي التحية لكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في هذا التوقيت، وحصوله أيضا على بطولة الدوري ده شيء مميز جدا. طبعا الوصول لكأس العالم ده شيء جميل وشيء هيبقى رائع ان هو هيبقى موجود هنا في مصر، وبالتالي الفرصة أيضا متاحة للنادي الأهلي للحصول على بطولة السوبر الأفريقي، وبالتالي إن شاء الله البطولات تتوالى في مصر. هارد لك نادي الزمالك، النهاردة عمل أداء رائع، وبالتالي ما نقدرش نقول غير ان المكسب النهارده للنادي الاهلي جه بعد عناء، ولكن زي ما بقول لكم دائما في حاجات بتفرق او بتفرق في البطولات، بتفرق في حصولك على البطوله، ليس الاداء فقط وانما الروح، التركيز، الهدوء، الثقه بالنفس انك توصل لمرادك باستمرار، هو ده النادي الاهلي النهارده، وبالتالي مبروك اخيرا التاسعه جت في الجزيره. عايز ارحب بضيوفي النهارده اللي هنتكلم من خلالهم على الاداء الفني للمباراه. طبعا احنا زي ما قلت وابتديت الحلقه، مساء الخير على كل الجماهير المصريه، انا مش بفرق النهارده او مش هنفرق النهارده ما بين زملكاويه واهلاويه، احنا هنتكلم في شكل فني. كل الاكيد الزملكاويه شافوا فريقهم النهارده مبسوط بادائه، النهارده كانوا بيلعبوا بشكل كويس، اداء مميز جدا، لكن هي كره القدم بالشكل اللي انتوا شايفينه النهارده. النتيجة النهاردة كانت فعلا انت مش عارف مين اللي هيكسب، برغم ان النادي الاهلي مثلا جاب الجون الثاني وجون رائع من قفشة، لكن اداء نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت في المباراة دي بالذات بيقول ان كان ممكن يتعادل، كان ممكن يحقق التعادل، لكن هي دي كرة القدم. خليني ارحب بضيوفي عشان هنتكلم كتير قوي النهاردة عن مباراة اليوم وعلى الاداء الفني، سواء بقى في اللاعبين للاعبين داخل الملعب او حتى الاداء الفني على الخط، لان كان في النهارده مباراه ما بين كوتش موسيماني وما بين باتشيكو على الخط، في تغييرات في الامور وتغييرات داخل الملعب، حاجات كتير جدا في هذه المباراه. ارحب بالكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي سابق كابتن محمود ابو الدقه. كابتن محمود برحب بيك، نور ومبروك. اقول لك انا سعيد جدا ومبروك للنادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين والاداره وكل الاهلاويه. يمكن عايز اقول لك هارد لك لنادي الزمالك، لعب مباراه كبيره جدا، هارد لك فعلا لعب مباراه كبيره، لكن النادي الاهلي يستحق الفوز. كابتن ابراهيم سعيد طبعا نجمنا ونجم البريمو الدائم برحب بيه، واكيد النهارده هنتكلم كتير قوي لان في بعض الامور اللي احنا من كذا يوم واحنا بنتكلم على التشكيلات وعلى الامور الخاصه بتشكيلات الفرقتين كان توقعها، وفعلا النهارده التشكيلات جت على كلام كابتن ابراهيم او من خلال توقعاته في الفتره. فكابتن ابراهيم برحب بيه. حبيبي يا روعة، وطبعا مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز، وهارد لك نادي الزمالك. وطبعا في الاول قبل ما نتكلم في المباراه، طبعا سعيد جدا بتواجد كابتن محمود ابو الدهب كابتني حبيبي، ده شرف طبعا، امير اخ وصديق ليا ومنورنا في حبيبي ابراهيم. برحب ايضا بواحد من نجوم نادي الزمالك السابقين واولاد نادي الزمالك، كابتن امير عزمي مجاهد. كابتن امير برحب بك يا كابتن. ازيك يا كابتن فاروق؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. مبروك للنادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك، ومبروك لمصر اليوم الجميل ده بصراحه، يعني حاجه مشرفه جدا للكره المصريه. مباراه فنيا مباراه عاليه، يوم حدث مش هيتكرر كتير، اللي انت اهلي وزمالك يلعبوا نهائي افريقيا، فانا شايف ان الكسبان النهارده بصراحه مصر من اداء الفرقتين. صح. ومن النتيجه يعني الروح المعنويه او الروح اللي بين الفرقتين في اثناء المباراه. اكيد. طيب خلينا بس عشان نقول المعلومه، كابتن محمود الخطيب هو اول رياضي لاعب ورئيس نادي يحصل على بطوله افريقيا لابطال الدوري، ده شيء طبعا يحسب لكابتن محمود، ودي ارقام بتتحط وتاريخ بيتحط في كره القدم المصريه والافريقيه لكابتن محمود الخطيب، وبالتالي ده شيء مميز جدا. حابين بس نبتدي الحلقه ونقولها قبل ما نتكلم في الجزء الفني. اروح لكابتن محمود ابو الدهب. كابتن محمود، يعني خلينا اكلمك على المباراه.
توتال المباراة والتشكيل نفسه في البداية كابتن، والبعض كان الآن لبعض الغيابات سواء للأهلي أو للزمالك. أكلمك على الأهلي بالذات. تمام. بص خليني أقول لك كابتن إبراهيم، كابتن فاروق، يمكن في البداية يمكن الفرقتين أول مرة أشوفها من فترة بعيدة جدا إن الزمالك عنده ثقة كبيرة جدا، يمكن الناس مبسوطة بالأداء. الزمالك عنده لعيبة عندها حلول بشكل كبير جدا، عنده الخط الأمامي وفي نص الملعب عندهم لعيبة بتمسك الكرة. يمكن أنا شفت النهاردة في المباراة في تقل في نادي الزمالك، في لعيب زي فرجاني ساسي لعيب كويس جدا، في بن شرقي، في مصطفى محمد، في ناحيه الزيزو يمكن عاملين شغل كويس جدا. كان انا شفت حاجه كمان في المباراه ان هم بياخدوا الكره الثانيه، في انتشار كويس جدا للعيبه نادي الزمالك، لكن لعيبه النادي الاهلي كان في توتر لبعض الشيء. يمكن في لعيبه في الماتشات دي او مباراه القمه لازم تقف على حاله اللعيب. مدير الفني بيحط انسب تشكيل عنده سواء في الزمالك او في النادي الاهلي، لكن حاله اللعيب في المباراه بتبقى شكلها ايه. انت لازم تعمل، يمكن شفنا علي معلول مش في مستوى خالص، في حسين الشحات نفس الطريقه، لكن الزمالك كان مستحوذ بشكل كبير جدا. يمكن شفت لعيبه الزمالك بس ما عندهمش الشراسه على الجول. فده يمكن نادي الزمالك، يمكن انا كنت بتكلم مع كابتن ابراهيم او كابتن امير ان ما فيش فرصه ضايعه باستثناء اللي هي كورتين اللي جم في العارضه دوت وكلها تسويبات. لكن انا شفت فيه برضو يعني رمضان مروان صبحي لازم مروان محسن لازم يعيد حساباته بشكل كبير جدا. انت فروت في النادي الاهلي، مش عايزين نتحمل عليه، لكن انت فروت في النادي الاهلي. لكن انا شايف اداؤه يعني عليه علامه استفهام كبيره بشكل كبير جدا. طيب ابراهيم برضه هكلمك على توقعاتك، كانت التشكيل قبل كده وجت بشكل صحيح في المباراه، وبناء عليه سير المباراه كان موجود زي ما احنا ابتدينا شفنا الاهلي استحوذ على المباراه في اول 8 دقائق، وبعد كده نادي الزمالك بعد الهدف ما جه فيه ابتدت الامور تختلف لنادي الزمالك واستحوذ على اللقاء وتعادل بهدف رائع صراحه لشيكابالا. يحسب لشيكابالا النهارده الاداء اللي عمله، لولا الاصابه كان لشيكابالا كان هيبقى ليه دور مختلف في المباراه. لكن برضو تقييمك لاداء الفرقتين النهارده والنتيجه يعني ومكسب النادي الاهلي. بص هو طبعا في البدايه المباراه اللي هي النهائي دي بتبقى هي البدايه بتاعه المباراه. النادي الاهلي في بدايه المباراه هو اللي بدا المبادره، فعشان كده في الاهلي في بدايه المباراه احرز هدف. خد بالك الحاجات دي بتفرق بشكل كبير، بتعمل ضغط على الفريق التاني يعني حتى لو انت تعادلت بتفضل ده. بص البدايه في العموم في المباراه اللي هي بطولات البطوله بالذات وخصوصا كمان لو نهائي، هي البدايه اللي بتفرق، هي اللي بتديك دافع كبير جدا على المباراه بالكامل يعني 90 دقيقه. النادي الاهلي بدأها كويس جدا، وانا يعني عاجبني جدا موسيماني ان هو بدأ بالشكل دوت بعكس باتشيكو بدأ اللي هو العادي بتاعه زون وبيلعب على الكونتر اتاك والاعتماد على زيزو وعلى بن شرقي. فطبعا في المباريات اللي زي دي كده صعب جدا، خصوصا كمان الاهلي حط الهدف في بدايه المباراه، فدي ركبت النادي الاهلي بدايه المباراه، خلت يركب المباراه ويبقى المباراه بالنسبه له عارف يعني ايه يقدر يتعامل معاها. بعكس باتشيكو ده نازل للمباراه، ودي يمكن كانت برضو نفس التجربه دي عملها في مباراه الرجاء وحصل هدف. فهو بيكررها تاني، ويمكن الموضوع ده انا اتكلمت فيه الاسابيع اللي فاتت ان البدايه مش تنفع قصاد النادي الاهلي، ان النادي الاهلي برضو هدفه مع الحماس بتاعه مع الدعم الجماهيري وكمان موسيماني خد بالك عنده ان البطوله دي بطوله مهمه جدا للمجلس حتى المجلس الاداره وكلاعيبه. اما لو بصيت على اداء، لو اتكلمنا كوره نادي الزمالك اعلى ككوره واداء، بس الايجابيه بتاعته قليله جدا بعكس النادي الاهلي عرف يتعامل مع المباراه. انا شايف ان هو يعني قدر يتعامل مع المباراه على قد الامكانيات اللي موجوده، وده يحسب لموسيماني. بعكس باتشيكو تحس ان هو عارف يعني البدايه بتاعته، مع احترامي اسلام جابر ممكن يكون الشوط الثاني بقى افضل، بس مش يعني عارف ان في نواقص، بس مش اللاعب اللي تقدر تعتمد عليه في مباراه نهائيه. عندك احمد عيد لعيب كويس، بس برضو مباراه ان انت بتلعب قدام النادي الاهلي في نهائي افريقيا بالشكل ده، انا المفروض كان الطبيعي بشكل كبير جدا الشوط الثاني كان حازم امام ينزل، كان هيفرق بشكل كبير جدا مع زيزو، كان هيعمل عارف كان هينقل الجزء النادي الزمالك للجزء الهجومي بشكل كويس قوي. فالحته اللي هو عدم الحته اللي هو ان انت تنزل كاسونجو، برضو كاسونجو انا زي ما كابتن ده بيتكلم على مروان طبعا بعيد تماما عن المستوى، نفس القصه كاسونجو يعني التغييرات. بس يعني خلي بالك
وانا كنت قعدت معاك ابراهيم في حلقه قبل البطوله، قلت لك انا كنت واخد انا حته ان انا كاهلاوي انا فكره الخبرات اللي كانت موجوده عند النادي الاهلي وتراكم الخبرات حتى لو اللاعبين ممكن لاول مره بيلعبوا نهائي هي اللي بترجح كفه النادي الاهلي، وده اللي انت بتتكلم عليه بالنسبه لاسلام جابر او حتى احمد عيد. فبالتالي هنيجي نلاقي الكفه الثانيه، بالرغم مثلا ان نادي الزمالك انت بتقول هو الافضل لكن ما عرفوش يخترق وما عرفوش النادي الاهلي هو اللي كان دي بقى تعامل ماسك الامور بشكل مدرب يا فاروق. المفروض ان انت كمدرب ان انت بتدرس الفريق خصمك ايه اللي تقدر تتعامل بيه مع المباراه دي، مباراه نهائيه. بص في الاول والاخر هي بطوله، ما فيش حاجه اسمها الاداء كان احسن، يعني انا هفرح بالاداء؟ دي بطوله بطوله ما بتتكررش، والنادي الزمالك بعيد عنها بقى لفتره، نفس القصه النادي الاهلي. فما فيهاش اداء، دي فيها امكانيات. وادرس خصمي واشتغل عليه بشكل كويس. هو مع احترامي باتشيكو ما قدرش يتعامل مع المباراه. هو حب يلعب على الزون ديفنس ونبتدي نشتغل على الكونتر اتاك، فده ما ينفعش. بس الاهلي هو اللي كسب مش الزمالك اللي خسر. امير عايز اقول لك بس يعني فكره التشكيل وما بعد التشكيل او بدايه اللقاء، كنت شايف ان هو ما ابتديش بمين ويبتدي بمين؟ يعني وانت قاعد كزملكاوي، وانا بكلمك كزملكاوي النهارده، لا هو لوجيك قوي التشكيل اللي هو بدا بيه. اللي انت النهارده عندك غيابات مؤثره، انت عندك اوباما وعبد الله جمعه وعندك الونش، فالونش يمكن عوضه بعبد الغني. حازم امام بقاله فتره طبعا كان عنده كورونا، قبل الكورونا كان مصاب، فصعب جدا ان انت تجيبه بعد شهر ونص اللي انت تحطه في مباراه زي دي. وفي نفس الوقت اسلام جابر انت ما عندكش باك ليفت، عبد الشافي متعور وعبد الله جمعه طبعا مصاب، فهو تشكيل اضطرار، يعني هو ما عندوش حل غير كده. لكن هي النقطه اللي انا برضو عايز ارجع عليها كابتن فاروق، نادي الزمالك اول 8 دقائق ما كانش فيه تركيز، بدليل ان الكوره لو اتفرجت عليها الضربه الركنيه اسلام جابر، الكوره حتى انا كنت بكلم مع ابراهيم، الكوره سهله جدا، راح حاططها في الكورنر، يعني انت اديتهم الكوره. الحاجه الثانيه اللي فريق بحجم نادي الزمالك لما يخش فيه الجون اول 5 دقائق ضربه ركنيه، تعرف اللي ما فيش تركيز، ما كانش فيه تركيز، ودي اللي بانت في اول 6 دقائق. بعد كده يمكن الراجل ما عرفش عمل تغييره من جوه الملعب، دي اللي ادت سيطره لنادي الزمالك الشوط الاولاني، اللي هو جاب شيكابالا وراح مودي احمد سيد زيزو. دي ادت النهارده لنادي الزمالك اللي هو سيطره على نص الملعب، اللي من خلاله الكره الثانيه زي ما الكابتن ابو الدهب اتكلم فيها، اداء نادي الزمالك اتحسن، الضغط بقى كويس، ادى حريه لساسي اللي هو يساعد مع الاربعه اللي موجودين قدام. لكن زي ما قلت لك يا كابتن، النهارده نادي الزمالك تشكيل الطريق، لكن انت النهارده برضو افتقدت الحته الهجوميه اللي كابتن ابو الدهب بيتكلم فيها. انت عندك راس حربه زي مصطفى محمد. استاذنك يا امير بس هروح لمعالي الوزير دكتور اشرف صبحي. تحياتي ليك يا معالي الوزير، تحياتي لحضرتك. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير كابتن محمد، ربنا يخليك يا فندم. يعني الاعزاء واهلا وسهلا. يعني في البدايه معالي الوزير، مبروك النهارده لمصر، وده شيء مميز جدا ان تخرج المباراه بالشكل ده، ويمكن حضرتك يعني اكيد فكره مبادره حضرتك ولا للتعصب نجحت بشكل كبير في هذه المباراه، والحمد لله الامور دي ماشيه بشكل جيد، ان شاء الله تكمل على خير. ان شاء الله حضرتك كنا في جلسه قلت لي ان شاء الله الامور مستكمله، مش فقط المباراه النهارده، ولكن الحمد لله الامور مشيت بشكل جيد النهارده مع الوزير. بص، مبروك لمصر، ويعني فرقتين لعبوا كوره يعني عاليه جدا وبذل مجهود لغايه الاخر بشكل كبير جدا. يعني مبروك للأهلي ومبروك للزمالك. المشاركة في النهائي ونهائي أفريقيا في الحقيقة يعني حاجة كانت جميلة جدا النهاردة، وبرضو يعني هارد لك لفريق الزمالك، أدى ولاعب ولاعبة يعني صراحة ما شاء الله، ومبروك للنادي الأهلي. ودي الرياضة يعني دايما بيكون يعني فريق هيفوز وفريق ما بيفوزش، لكن اكيد ان في استمرار اكيد يعني مصر اولا ولا للتعصب، ده يعني شعارنا وهنستمر فيه. الروح الرياضيه النهارده كانت من البدايه، والفريقين لما اتصوروا يعني لاعب من الاهلي ولاعب من الزمالك، لاعب من الزمالك ولاعب من الاهلي، دي كانت روح جميله جدا جدا. وطبعا الشكر كبير جدا لوزاره الداخليه ومعالي وزاره الداخليه في الحقيقه، وزارة الصحة، لأن يمكن في كم من يعني وزارة الصحة النهاردة التعقيم، وفي أكثر من 10 عربيات إسعاف موجودة، وطبعا التأمين اللي كان موجود في الحقيقة يعني تكامل كبير جدا مع وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد الأفريقي واتحاد الكورة. إن شاء الله إن شاء الله نستمر في المنظومة بهذا الشكل الجميل. يعني إن شاء الله معالي الوزير، هل حصل اتصال ما بين حضرتك وكابتن محمود الخطيب للتهنئة؟ كابتن مين؟ محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، حصل اتصال ما هو جنبي. طيب يعني
يعني المستشار احمد جلال ابراهيم ممثل عن النادي اداره النادي موجود ومجلس اداره الزمالك كله احنا يعني بنشكره واداء مشرف، وكابتن خطيب ومجلس ادارته برضه بنشكره، والفرقتين ادوا لمصر وشعارنا موجود دايما مصر اول. طيب معالي الوزير، يمكن يعني ان شاء الله احنا عندنا سوبر افريقي ان شاء الله هنا في القاهره ما بين الاهلي بقى ان شاء الله ونهضه بركان، يعني التنظيم الخاص بقى بالبطوله دي، واكيد احنا النهارده شفنا موضوع الدعاوي وموضوع الدخول بعض الجماهير برضو حاجه جميله، احنا نتمنى ان شاء الله في بطوله السوبر يبقى برضو موجود نوع من انواع الجماهير. معالي الوزير، هو في طبعا لازم الاجراءات الاحترازيه، يمكن النهارده حتى كان الاتحاد الافريقي ان اللاعبين ما يسلموش ويستلموا ميداليات من الاماكن بتاعتها، فطبعا الاتحاد الافريقي ليه يعني زي اجراءات كده اكيد احنا هنحترمها مع طبعا وزاره الصحه المصريه زي ما عملت النهارده، لكن ان شاء الله ايضا هنشارك يعني وفق المتطلب والاجراء طالما على ارض مصر وبطوله يعني افريقيه او ايا كان نوع البطوله، بنتعاون عشان دايما يعني اي حدث على ارض مصر لازم يليق بمصر، وده اللي احنا النقطه اللي بنلتقي فيها كوادر شباب ورياضه مع كل الهيئات. ان شاء الله معالي الوزير، انا بشكر حضرتك ومبروك لحضرتك ومبروك لمصر، واكيد سعداء باليوم انه خرج بالشكل الجميل والتنظيم الرائع، وان كان حتى واحنا بنتكلم الجهات كلها مشتركه بشكل كبير جدا، سواء وزاره الداخليه او وزاره الصحه، وده شيء جيد جدا. معالي الوزير، يمكن هل في الايام المقبله اي قرار بمجلس اداره نادي الزمالك في الفتره القادمه؟ لا بص، الكلام ده لما يعني يحصل ويجرى يحصل فيه اجراء احنا هنعلن عنه في وقت يعني. تمام، متشكرين يا كابتن محمد. شكرا معالي الوزير وتحياتي لحضرتك، ودائما حضرتك يعني بتسعى دائما للجديد في الرياضه المصريه، وبالتالي فكره لا للتعصب فعلا محتاجينها في الفترة القادمة، وحضرتك يعني سباق في هذه الجزئية. معالي الوزير دكتور أشرف صبحي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خليني أطلع لفاصل وأرجع للنجوم في الاستوديو، أكيد كابتن محمود أبو الدهب ليه تعليق على أداء النادي الأهلي وخصوصا في الشوط الأول، وإن كان الهدف والأسبقية كانت للنادي الأهلي، لكن أكيد ليه تعليق في الشوط الأول بالنسبة للأداء الفني للنادي الأهلي.
علينا قيم ومبادئ، وازاي في العهد منصور ونلاقي النور ونقوم ونعلي. طيب يعني الاهلاويه اكيد بيحبوا بالاخر الارقام، يعني فكره الارقام بعد تحقيق البطولات ده مهم جدا، يعني خصوصا بقى لما انت بتنافس فرق كبيره زي الريال زي برشلونه. النادي الاهلي النهارده بفوزه على نادي الزمالك وحصوله على بطوله افريقيا ووصوله لكاس العالم للانديه رسميا، النادي الاهلي بيتفوق على ريال مدريد بالوصول او ان هو يشارك في كاس العالم للانديه لست مرات، وبالتالي هو الثاني اكثر الانديه مشاركه في كاس العالم للانديه ان شاء الله لما هتتلعب بامر الله. النادي الاهلي وصل او شارك في هذه البطوله 6 مرات، ريال مدريد 5 مرات فقط، وبالتالي الاهلي بيتفوق على ريال مدريد في مشاركته في كاس العالم للانديه. كابتن ابو الذهب، دي ارقام بتتحقق للنادي الاهلي، وبالتالي النهاردة الإنجاز الكبير ده برضو بتشوفه إزاي للمجلس الإدارة، بتشوفه إزاي للاعبين، بتشوفه إزاي للجهاز الفني اللي لسه يمكن بقاله 2 شهر أو أقل متواجد مع الفريق. وبصرف النظر يا فاروق عن البطولة نهائي أفريقيا، لكن أنت بتفوز على الغريم التقليدي هو نادي الزمالك، يعني أنت النهائي ده بيعتبر أو نهائي القرن بالنسبة للنادي الأهلي، وهتحقق إنجاز كبير جدا، بتفوز على نادي الزمالك اللي عامل موسم فعلا رائع جدا، لكن انت بتحقق ارقام او بتحقق انجازات للعيبتك، لكن خليني اقول لك ان ده يعني شرف لمصر او حدث كبير جدا زي ما انت كنت بتتكلم مع الدكتور اشرف صبحي. انت مبروك لمصر ان انت فريقين كبار زي الاهلي والزمالك بالشعبيه الكبيره دي في مصر والوطن العربي ان انت توصل وتحتفظ البطوله، فدي حاجه في حد ذاتها. الجماهير بقى بس جماهير الاهلي في الشوارع دي كان بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي، وكان في تركيز من البدايه، من بدايه يمكن النادي الاهلي ما تغلبش طول مشواره الا مباراه واحده اللي هي بتاعه النجم الساحلي، يعني طول يعني في الادوار التمهيديه ما تغلبش الا مباراه واحده. شفنا التغييرات، يمكن عايز اقول لك على حاجه، ختام رائع برضو الموسم ان انت حدث في 2020 كورونا والمستوى تذبذب، الدوري هيرجع افريقيا هتلعب، وكان في مشاكل يمكن عارف الاتحاد الافريقي النهارده هو اللي خسران، يعني طبعا بالظروف اللي احنا فيها دي الزروف. ان مفيش جمهور الفرقتين في الملعب طبعا، عارف كانت هتفرق في شكل دي كانت هتفرق بشكل كبير جدا، لان انت كمان يعني شوف الناس عامله ازاي في الشارع، سواء كان الزمالك كسب او النادي الاهلي كسب، الناس فرحانه، الناس مبسوطه، من حقنا ان احنا نفرح ان المباراه النهائيه كان بين فريقين كبار في مصر، النادي الاهلي والزمالك. فطبعا نفس اقول لك نفس مبروك للنادي الاهلي وارد لك من الزمالك، هرجع تاني واقول لك كان في روح كبيره جدا. يمكن انا سعيد جدا ان لعيب الاهلي ولعيب الزمالك نازلين مع بعض، شفنا الاداء كان حتى اول مره نشوفها يا كابتن ابراهيم، ان انت اللعيب النهارده لما يبقى من الزمالك بتسلم عليه، لكن انا يمكن بشفق على لعيب الفرقتين ان انت النهارده بامانه ربنا ان كان في توتر كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، في يمكن في شد عصبي في المباراه، يمكن زي ما قلنا النادي الزمالك النادي الاهلي لما جاب الجون ادى فرصه لنادي الزمالك انه يستحوذ على الكوره، ان هو رجع لورا بشكل كبير جدا. كان في قلقت يا كابتن، كان في جاب كبير، تقلقت؟ لا انا مش قلقت، يعني كاهلاوي بقى، مش النادي الاهلي مش النادي الاهلي ان هو يرجع بالشكل ده، او في جاب كبير جدا، الخطوط مش متقاربه. يمكن احنا لعبنا في النادي الاهلي وكابتن ويم لعب وكلنا لعبنا في النادي الاهلي، كان اهم ما يميز النادي الاهلي الخطوط بتاعته متقاربه، ان انت بتضغط على القسم، يمكن شفنا يعني في مساحات كبيره جدا، يمكن ساسي كان بيمسك الكوره محدش بيضغط عليه، نفس الطريقه لطارق حامد، نفس الطريقه، لكن الاثنين المديرين الفنيين كان بيلعبوا او بيهتموا عندهم سرعات، سواء عند حسين الشحات واجاي، وفي نفس الطريقه عند باتشيكو كان موجود بن شرقي وزيزو، ودي دي ما يعني بلغه الكوره انا مش عايز اقولها ما تاكلش عيش، ان انت النهارده هتعتمد على حاجه واحده بس، انت بتعتمد على حاجه واحده في المباراه، لكن الفرصه ان النادي الاهلي هو بعد ما جاب الهدف ادى الفرصه لنادي الزمالك انه يستحوذ على الكوره وياخد الكوره الثانيه بلغه الكوره زي ما بنقول، ان انت تراجعت بشكل كبير جدا. خليني اقول لك برضو الغيابات اللي كانت موجوده بالنسبه للاهلي والزمالك اثرت او اثرت على فكر المديرين الفنيين، لكن هم اضطروا ان هم يلعبوا بنفس التشكيل او احسن ما عندهم. وانا يمكن في حاجه كمان لفتت نظري كمان، ان الراجل باتشيكو عمل حاجه كويسه انه لعب شيكابالا، الناس كانت بتقول ان هو بعيد بشكل كبير جدا، لكن شيكابالا لما يلعب ويمكن احرز هدف بمجهود فردي، يمكن ما شفناش في حته ان انا بسيب شيكابالا بوصله لحد الجول ما يخشش السكشر. انا كباك ليفت يعني علي معلول طول عمرنا كفاروق ان احنا بنتكلم الفيرود او الراجل اللي على الطرف لازم تخرج الراجل بره، الراجل ما يخشش بيا ويروح داخل السكس في الهدف جول. في الهدف اللي جابه شيكابالا هدف جون عالمي، انا بكلمك من احسن الاهداف، لكن هتبقى غلطه برضه لعيبه النادي الاهلي ان انت ما بتضغطش من بدري علي معلول عشان يترقص بالشكل ده
ويخش شيكابالا ويروح يجيب جون بالشكل ده. طب قبل ما نروح كابتن ابراهيم، كابتن ابو الدهب، سر فوز النادي الاهلي ايه النهارده في كلمه واحده مثلا من وجهه نظرك؟ لا هو عرف يتعامل مع بره بشكل كبير جدا، عرف يمكن النادي الزمالك استحوذ بشكل كبير جدا، لكن زي ما قلنا والكابتن ابراهيم قال والكابتن امير قال ان انت ما عندكش ايجابيه على الجول او ما فيش ايجابيه او ما فيش شراسه على الجول. النادي الزمالك يعني النادي الزمالك النهارده استحوذ كتير او نزلت الاستحواذ، فكره الاستحواذ مش هي اللي بتكسب في الاخر. لكن خليني اقول لك برضه البطوله ما بتعترفش بالاداء. انت خدت بطوله وده اللي قاله برضه ابراهيم. طيب ابراهيم خليني برضه اخدك، عايز اكلمك على الاهلي وايه اللي ميز النادي الاهلي النهارده في الاوقات حتى اللي جاب فيها الهدفين يا كابتن ابراهيم. بص خلينا نتكلم في المضمون، في سواء في الاهلي او في الزمالك، انت عندك النهارده كانت عناصر بعيده عن المستوى تماما، اولهم مروان محسن بعيد تماما. تمام. حسين الشحات النهارده يعني هدف ضيعه غريب جدا جدا جدا، محظوظ دي حقيقه ان النادي الاهلي هو اللي خد البطوله. المباراه دي لو كانت البطوله دي لو كانت راحت نادي الزمالك اعتقد ان حسين الشحات هو حسين بص هيروح البيت. انت عارف احنا كلاعبين الكوره بقى نروح بنقعد، انا كنت ايه مثلا ضيع جون او ما اجيبش جون، يعني هو اتولد من جديد. عملتها كده كلامك بصراحه، حسين الشحات اتولد من جديد. طيب دي حقيقه. طب نروح لنجمنا الاهلاوي الجميل ودائما بيسعد باهلاويته وطبعا وتواجده ليه انتمائه للنادي الاهلي، الاستاذ ايهاب توفيق، تحياتي لحضرتك الفنان الكبير والمغني الرائع، مبروك يا استاذ ايهاب. كابتن فاروق ربنا يخليك، الف الف مبروك، ومبروك لكل الشعب الاهلاوي وكل الدنيا اللي بتحب الاهلي في كل مكان. يفرحوا بقى وافرح بقى يا استاذ ايهاب. والكباتن كلهم منورين، كابتن ابراهيم سعيد، كابتن امير، كابتن ابو الدهب، كابتن ابراهيم سعيد، كابتن امير عزمي مجاهد متواجدين معانا في الاستوديو. منورين يا حبيبي، منورين. مبروك. نار. نار. شفت الماتش ازاي بقى كابتن زاد؟ حبيبي حبيبي لبنان، وشفت والله الماتش طبعا، نزلت اتفرجت مع ناس اصدقاء ليا هنا في لبنان في احد الاماكن. ومش عايز اقول لك كنا على اعصابنا، بس انا كابتن فاروق من 3 4 ايام كنت معاه في تونس، انت عمال تلف العالم باهلاويتك. يلا شغال باهلاويتك، عمال يعني تحط الاهلي في كل حته. عمالين بننشر يعني روائح الاهلي الجميله في كل مكان ما شاء الله. قول لي كان المتابعين عاملين ازاي بالنسبه يعني اهميه المباراه في لبنان وانت كنت هناك دلوقتي يعني في الوقت الحالي يا استاذ ايهاب، الوضع ازاي للمباراه؟ انا جننت كل الناس اللي كانوا قاعدين، وخصوصا إيه الكره اللي جت بتاعت حسين الشحات صعبه في العارضه، صعب في القائم. والله العظيم ما بقتش عارف اعمل ايه. ما تضيعهاش انت يا بوب دي خالص، خلي بالك. واحنا بنلعب ما كنتش بتضيعها، خلي بالك لما بيجي لك. ها مشكله برضو، انا نعمل ايه بس، يلا معلش بقى المره دي عدت على خير. طيب يعني قول لي احساسك بعد هدف قفشه بقى، يعني ده شيء مهم جدا، كل اهلاويه الموضوع اتغير بالنسبه لهم، كانوا خايفين وبعد كده الامور او مش يعني كانوا قلقانين وبعد كده الامور اتغيرت. قول لي انا لما اتكلمنا وكنا لسه في تونس ولسه مش عارفين نرجع من تونس على القاهره، قلت لك ايه؟ قلت لك بصرف النظر عن موضوع الروح الرياضيه اللي كنا بنتكلم عليه، احنا هنكسب. صح. حصل ولا ما حصلش؟ صح 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 مظبوط. وراجع التسجيل صح. لا لا احنا هنكسب موجود ان شاء الله، هنكسب. ايوه بالظبط. ما كنتش قلقان خالص؟ عندي قلق. لا ما كانش عندي قلق خالص من موضوع الفوز، مهما كان في ظروف ومهما كان الموضوع بتاع اللعيبه المهمه اللي عندنا ربنا يشفيهم من الموضوع بتاع الكورونا، ديانج وكابتن صالح جمعه وكابتن وليد سليمان ربنا يشفيهم ان شاء الله ويرجعونا بالسلامه ان شاء الله. يعني ناس مهمه جدا من الاعمده الاساسيه في الفريق، وفي الفتره الاخيره متالقين جدا، ويحصل الظرف ده بالنسبه لنا، فبرضه ما حسيتش ان احنا ممكن يبقى فيه هزه ولا اي حاجه. عندنا وحوش بيسدوا مكان بعض، والحمد لله ده اللي كان حاصل النهارده. طب غني بقى للوحوش بقى يا استاذ ايهاب بقى في الفرحه الاهلاويه الكبير وانت موجود معانا كده. الله عليك يا اهلي اهلي، يا اهلي التسعه يا اهلي، وانا اللي بيك داري، انا وبعر انا شاري، انا بس انت بتداري، والله عليك يا اهلي. مبروك يا استاذ ايهاب، وتيجي بالسلامه ونحتفل مع بعض بقى ان شاء الله في الاهلي هنا لما تيجي ان شاء الله بالسلامه. حبيبي ربنا يخليكم، سلامي وتحياتي لكل الاهلاويه ولكل الكباتن معاك منورين، وان شاء الله دايما كده نتقابل والاهلي دايما كسبان وفرحان. الاهلي سيد افريقيا استاذ ايهاب، بشكرك شكرا جزيلا طبعا، نجمنا الكبير والفنان الكبير والمغني الرائع استاذ ايهاب توفيق. مفيش مشكله،
قول انتمائك وافرح وحب ناديك وشجعه، ما دام انت ما بتجيش على الجانب الاخر. معانا نجوم هنا في الاستوديو بيلعبوا في الزمالك، لكن بنتكلم بمنتهى الاحترام بمنتهى الحياديه. لو انت بتتكلم حتى على ناديك، ان النهارده كان في جزء جيد جدا في نادي الزمالك، ولكن دائما الخبرات في حاجات كتير قوي بتفرق في الملعب، هي اللي بتخلي المكسب يجي. كابتن مارين، كنت بتتكلم على جزئيه الاهلي بس قطعتك مع استاذ ايهاب توفيق. يعني بس فضل. هو طبعا يعني النهارده في لعيبه زي ما اتكلمت في البدايه، ان في لعيبه كانت بعيده عن المستوى تماما بتاع، يعني عندك علي معلول النهارده كان بعيد تماما، ممكن دي من اعتقد ان من أسوأ المباراه اللي لعبها علي معلول. طب تيجي انا اتكلم معاك في حته علي معلول. علي معلول ابتدى يشتغل، ولكن تغيير الباتشيكو انه يودي شيكابالا وقفت علي معلول شويه. بس خلينا فاروق، بص هو علي بقاله فتره الصراحه مش بقاله يعني هو من اللعيبه الكويسه قوي. انت بتتكلم النهارده الاهلي كسب واغلب اللاعبين تقريبا مش في مستواه. بص انت خد بالك، انت نادي الزمالك ما استغلش العناصر، يعني علي معلول عندك كان بعيد عن المستوى تماما، حسين الشحات، مروان محسن، جونيور اجاي، خد بالك النهارده يعني على فترات كان بيقدر يمسك الكره ويقدر يستحوذ عليها في الجزء الهجومي، بس مش في المستوى بتاعه برده. خلينا نتكلم فنادي الزمالك، انت عندك النهارده ما قدرش برده. خلينا نتكلم برده في نقطه ان موضوع كاسونجو ان ينزل، ده عمل دربكه بشكل كبير جدا بعد خروج شيكابالا. طيب تغييره كان ممكن يغير مين لو انت بتقول ان كاسونجو، يعني تفكيرك يعني بص بعد اصابه شيكابالا تواجده هو مصطفى محمد ما ينفعش. لان هما الاثنين فروت صريح. ما يلعبش على الطرف قصدك كاسونجو؟ مش حتته هو، مع احترامي هو مش لاعب مهاري يعني. يعني بص انت تعالى كده هتلاقي فيه عنصرين موجودين في الاهلي والزمالك، بتكلم بجد. هو عنده اوناجم كان ممكن ومصاب، ما هو اوناجم انا عرفت ان هو مش سليم وما بيلعبش يعني كتير. يعني بص هو التغيير الـ يعني ايه الوحيد اللي ممكن يتعمل، بس برضو مش مستوى نادي الزمالك. نفس القصه عند مروان محسن. يعني بص اللي انا شايفه إن بجد انا عاجبني جدا طريقه فكر موسيماني مع النادي الاهلي، والحافز اللي هو موصله للعيبه على قد الامكانيات اللي موجوده. وانا اللي شايفه ان غير السوليه النهارده، السوليه عمل مباراه كويسه جدا. بس خبرات برضو بتفرق، والهدف اللي احرزه في البدايه برضو ده اداله ثقه. حمدي فتحي النهارده عمل مباراه برضو كويسه على قد الامكانيات اللي موجوده. هو عرف يتعاملوا مع المباراه، وكان الهدف بص يعني نادي الزمالك وصل كتير جدا، بس مفيش فعاليه. وصل لغايه فين ابراهيم؟ يعني وصل، يعني كان هو المستحوذ. نادي الزمالك كان فكره الاستحواذ موجوده، وكانوا بنتكلم استحواذ موجود، مستحوذ بس ما عندوش فعاليه. فكره ال 18 والدخول داخل ال 18 هي مش غير الكره بتاعت زيزو بس. يعني حتى لما تيجي تشوف الفرص هي متساويه، سواء هي يعني قبليها كانت. انا قصدي ان الزمالك فعلا مستحوذ، لكن يجي عند ال 18 مستحوذ في التحرك في الجزء الهجومي بس بلا فعاليه. هي ما فيش غير الكره بس اللي هي بتاعت زيزو. يعني الاداء ان ممكن جماهير الزمالك شايفه ان الاداء، بس دي مش بطوله اداء، دي بطوله ازاي بتستغل الفرص اللي بتجيلك. والكرة حتى اللي جت لقفشة هو استغلها، هي كرة جت سند وشاط، هي دي المباراة دي كده فاروق. ما فيهاش بقى استحواذ، ما فيهاش بتباصي وبتهاجم، ما فيهاش كده خالص. هو النادي الاهلي استغل الفرص اللي جات له. يمكن تقريبا النادي الاهلي راح بثلاث فرص، الهدف الاول بتاع السولية، والهدف والكرة بتاعت حسين الشحات، والكرة بتاعت قفشة. طيب خلاص خد بطوله مالك يا فاروق؟ لا بس البطوله دي بتفكرني، انا تذكرت مباراه كاس مصر، تتذكر كابتن ابو الذهب 4-3 لا 2-1 ايمن شاوي. دي التسديده بتاع كابتن طارق. كان الوضع بالنسبه للاستحواذ لنادي الزمالك في الوقت ده، وكان رضا عبد العال هو اللي جاب هدف. كان بيعملوا كوره جميله، وكانوا الاقرب للفوز والتعادل 1-1. وفي الدقيقه الاخيره كابتن طارق ابو الذهب نزل شط الكوره كانت فاول، تردت من كابتن حسين السيد، كابتن ايمن شاوي كملها. فبتفكرني بالبطوله دي. طب امير يعني قول لي حاجه بس. اتفضل كابتن امير. بص انا طبعا عايز اهنئ طارق حمد على الاداء بتاعه. لا هو بص عشان نبقى متفقين، الزمالك يعني عمل اداء رائع. في بعض اللاعبين النهارده طارق حامد، اشرف بن شرقي، وسفرجاني كانوا كويسين جدا. طارق حامد هو الاوضح، وهو اللي كان فعلا واخد المباراه بشكل جيد جدا، مركز، وكان افضل من افضل اللعيبه اللي في نادي الزمالك. واضح يا كابتن ابراهيم يعني في تركيز جدا من دفاع النادي الاهلي على التلاته. طيب اللي قدام. تسمح لي بس عشان معانا، يعني طبعا احنا بنحتفل بالنادي الاهلي وكل محبي النادي الاهلي، واكيد الكلوسه كنا مع الفنان ايهاب توفيق، معانا الفنانه لقاء سويدان على الهادف. واحنا بنتكلم في فرحه كل الاهلاويه، فنانين بقى، رياضيين، كل الاهلاويه في كل مكان. تحياتي ليكي يا استاذه لقاء، تحياتي حياتك. مساء الخير، تحياتي، ربنا يخليكي. كل جماهير النادي الاهلي مبروك لحضرتك كواحده من جمهور النادي الاهلي. شفت الماتش النهارده ازاي؟
انا شفته وانا منهارة طبعا، قلقانه جدا. بس طبعا انبسطت جدا بصراحه، كمان الزمالك لعب حلو قوي والاهلي لعب حلو جدا، ويعني التاسعه بقى بتاعتنا. تاسعه. طب قولي لي، اول ما الاهلي جاب جون يعني الاحساس، هل بالنسبه لك ان خلاص كده الاهلي هيك كان هيكسب، ولا الامور كانت بالنسبه لك لسه كان فيها قلق؟ لا طبعا، بص اول جون طبعا انبسطت جدا، بس انا من الناس اللي ما بعرفش افرح الا في الاخر. اوكي. يعني بالعكس ده بيقلقني اكتر، ان يبقى في هجمه مرتده بعد الجون على طول، ان الفريق التاني يبتدي يهد اكتر، فما بفرحش لما بفرح الحكم بصراحه. طب لما الجون التعادل دخل يعني فكرت في ايه برضه؟ لا خلي بالك انا باخد كل مشاعر حضرتك في سبب الهدف الاول وبعد كده التعادل. كان جون حلو قوي، شيكابالا عمل جون حلو قوي. طبعا طبعا حقيقي يعني. هو يعني لاعب كبير والجون بتاعه كان جون حلو جدا. وطبعا ربنا يكون في عون الشناوي، بس هم كانوا حقيقي الزملكاويه كانوا بيلعبوا حلو النهارده. ده حقيقي، ده حقيقي. كانوا مستقتلين على الكوره، وكانت يعني كان ماتش فيه يعني شغل من اللعيبه، والجمهور كمان كان برضه عامل شغل يعني. مظبوط. كان ماتش مهم جدا. طب مشاعرك بقى لما قفشه جاب الجون، يمكن في دقائق اخيره وخلاص، يمكن الامور بالنسبه للوقت نفسه هو خلاص. انا كنت بص على الساعه طول الوقت. انا مش عايزه تنزل من على الوقت اللي بيروح، وعماله اللي هو يا رب يعني بس تعدي. كان نفسك التاسعه تدخل بقى النادي الاهلي، لان خلي بالك كانت في ناس متشائمه جدا من كلمه التاسعه دي. التاسعة. لا انا مش ما كنتش متشائمه خالص، انا كنت متفائله جدا. انا عملت اغنيه على فكره لتشجيع النادي الاهلي. والله. طب نسمعها بقى في حياتي. طبعا نسمعها، يا ريت وانت معانا اهو. بص انا مش يعني مش عارفه طبعا، انا عماله كنت بص صوت بقى من الفرحه والزعيق طب نسمع كلماتها يعني، ندندن كده مع حضرتك فيها. دي حاجه جميله، جمهور الاهلي يسعد بيكي وانت فرحانه كده، دي حاجه جميله يعني. يعني مش عارفه يعني، مش هقولها بقى كده يعني بلهجه التشجيع شويه. يلا بينا. لاخر يوم في العمر مش هنبطل تشجيع، الاهلي نادي القرن والاهلي فوق الجميع. اهلي. لا جميله حلوه، مبروك على الاهلاويه ومبروك على حضرتك، وسعيد بوجودك. كل النادي الاهلي، وهارد لك للزمالك، وتحياتي لكل الناس الجميله اللي عندك في الاستوديو، ولكل ربنا مش عايز الزغراتي للاهلي ولا اي حاجه. انا صوتي راح من كتر الفرحه والضعيف يعني. ميرسي جدا، ميرسي لك. مبروك لحضرتك ومبروك لكل الاهلاويه وكل محبي النادي الاهلي يعني. شكرا، شكرا جزيلا لاستاذتنا استاذه لقاء سودان. خلينا نروح بقى لواحد من الاهلاويه الجامدين قوي، النجوم الكبار والفنانين الجمال، عزاز عليا انا شخصيا، واحد من الناس اللي كنت ايام ما كنت بلعب كان دايما لما كنت بقابله يديني تعليمات كده، استاذ احمد بدير الفناننا العظيم والكبير. تحياتي لحضرتك. ايه بقى يا كابتن محمد؟ حبيبي مبروك. وحشني جدا. كابتن ابو الدهب وكابتن ابراهيم سعيد وكلكم على عكس مجاهد ولا ايه؟ لا امير، ما خلي بالك ابراهيم برضه ما لعب في الزمالك. استاذ احمد امير عز مجاهد. لا الراجل جميل. لا لا ده جميل وبيتكلم بموضوعيه كمان استاذ احمد بشكل كبير في المباراه. والله انا عايز اقول مبروك لمصر كلها. صحيح. حاجه مشرفه لما يبقى الفاينل هنا في مصر بين فرقتين مصريين، يبقى اللي بيكسب بيكسب لمصر كلها. صحيح. تحيه للاهلي والاخلاص والمجهود والتعب والفتره دي كلها. تحيه للزمالك، قدم ماتش جميل وعملوا مجهود كبير جدا، والروح الرياضيه بينهم كانت شيء عظيم نفخر بيه كلنا. حقيقي. وهو ده بقى يعني، انا شايف ان دي البدايه الحقيقيه لتشجيع الرياضه المصريه. وعوده الجمهور بقى ان شاء الله يا استاذ احمد يعني. النهارده الاستاد، الاستاد تخيل حضرتك كده كان جماهير الاهلي والزمالك فيه، كان الاداء هيبقى عامل ازاي واحنا كده قاعدين بشكل كويس؟ كان هيبقى قد كده. انا النهارده كنت بشوف ماتش في الدوري الانجليزي. حقيقي الماتش كان يعني حاجه مشرفه. مفيش لعيب بخل، مفيش لعيب قصر. وفي النهايه لازم واحد يفوز، واحد نقول له هارد لك. صحيح. انما هيتقابلوا تاني، وعايزين الماتشات دي، لان شوف العالم العربي كله بيتفرج على الماتش ده النهارده. ده حقيقي. فشوف بيقول ايه، بيقول ايه اللي فعلا مصر دي الرياضه، رياضه الكوره. مظبوط. واحنا عندنا لعيبه ما شاء الله موهوبين طول عمرهم.
طبعا انا مش هنكر ان انا فرحان بفوز الاهلي جدا، انما برضو بقول ان الزمالك قدم مباراه ده حقيقة. الزمالك قدم مباراه جيده، لكن خليني بقى اخدك بقى اهلاويتك بقى، خلينا مع اهلاويتك يا استاذ احمد، واحنا النهارده فرحانين مع النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، دي هي كره القدم. فنيا انت شفت المباراه ازاي؟ يعني ايه اللي كان النهارده شفته في النادي الاهلي هو اللي خلاك كنت متاكد ان الماتش هينتهي بفوز النادي الاهلي؟ هو الربع ساعه الاولانيه الاهلي كان متماسك وخط النص كان كويس جدا. بعد كده فلتت منه المسائل شويه لما الزمالك شيكابالا، طبعا بحييه على الجون العبقري العالمي اللي جابه، لما شيكابالا جاب الجون بدات الكفه تميل شويه ناحيه الزمالك. انما كان احساسي الداخلي، واعتقد ده بيبقى احساس الاهلي كلهم، ان لا مهما الدنيا راحت شويه لا هترجع تاني. واحنا بتوع الدقيقه 95 و93 وبعدين قفشه طبعا الصاروخ اللي شاطه ده يعني حاجه، ورجع له من محمود علاء كتر خيرك يا محمود. لا والله ماتش جميل، و يعني كان في سجال في بعض الاوقات بين الفرقتين، وفرقه تتفوق 10 دقائق الثانيه ترجع، بس لما الاهلي رجع مسك خط النص ثاني مسك بقى بقيه الماتش لغايه النهايه. شيء مشرف وشيء يفرحنا جميعا والله. مين اللي بتشوفه النهارده يعني نسر النادي الاهلي او نسر اللقاء من وجهه نظرك يا احمد؟ لا بصراحه قفشه. قفشه؟ لا قفشة مش الماتش ده بس على فكرة، قفشة الماتش ده واللي قبله واللي قبله واللي قبله، أنا بحس إنه بيبقى عايز ياكل النجيلة أكل، وبيبقى عينيه شايفة الملعب كله. يعني بحس كده إنه هو متنمر عايز يصطاد أي حاجة، وعنده إخلاص كبير جدا جدا الحقيقة. جدا حقيقي. لا هو النهارده كان جميل جدا. التحكيم إيه رأي حضرتك فيه النهارده برضه أستاذ أحمد؟ هايل رائع. لما الحكم في ماتش قمة زي ده ما يطلعش الا كارتين في الوقت الضايع، ده ايه العبقرية دي؟ ده دليل انه كان مسيطر. انا بحييه جدا الحكم الجزائري ده، فعلا رائع والله رائع. يعني احنا فخورين بيه كلنا. طيب استاذ احمد، هو سؤالي الاخير لحضرتك، يعني الكاس ده مسمى بمؤمن زكريا، يعني طبعا كاف يا سلام يعني يا سلام. بيساهم في مساندة مؤمن زكريا في المرض اللي هو فيه، طبعا كلنا اتمنى له. رايك ايه في الجزئية دي؟ ده اجمل الانسانيات، هي اجمل حاجة في الكورة، في الفن، في الطب، في اي حاجة في الدنيا، الانسانيات هي اجمل شيء فيها. طبعا وجود مؤمن زكريا النهارده يعني ما عندكش فكرة خلى الناس اتأثرت ازاي، وكان لازم الاهلي يكسب عشان ندي مؤمن زكريا هذا الفوز العظيم ونرفع من روحه المعنوية، وان شاء الله هيرجع افضل من الاول ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ احمد انا بشكرك ومبروك لحضرتك، وانا عارف انك اهلاوي جديد قوي، فانا سعيد بوجودك معايا، لان بقالي فتره فعلا ما كانش في تواصل مع حضرتك، وانا يعني وحشني جدا جدا، ونتمنى نشوفك دايما باستمرار بخير وسعاده. استاذ احمد بدير طبعا نجمنا الكبير، واكيد زي ما بقول كل الاهلاويه لازم ينبسطوا فنانيننا، نجومنا المغنيين، نجومنا الممثلين، كل ما هو اهلاوي من حقه يفرح النهارده. التسعه جت اخيرا يا جماعه، الحمراء ايه بقت موجوده في الجزيره. طيب امير خليني بس اكلمك في جزئيه، انا برضو يعني انا عارف ان انت راجل زملكاوي وبالتالي هتتكلم على سلبيات نادي الزمالك، لكن اكيد في بعض الاحيان ايجابيات نادي الاهلي بتشوفها بشكل كبير. انا شايف النهارده خط دفاع نادي الاهلي يمكن ايمن اشرف، انا اتكلمت انا في وجهه نظري من احد نجوم المباراه، يمكن هو النهارده واسر ابراهيم عملوا رقابه كويسه جدا على مصطفى محمد. النهارده كانوا سبب فوز النادي الاهلي، اللي هم حافظوا على نظام، يعني اوكي الهدف بتاع شيكابالا تصويبه من بعيد يعني مش مسؤوليتهم، غير كده ما شفناش النهارده خطوره لمصطفى محمد بسبب زي ما قلت لك الرقابه بتاعه ايمن اشرف وياسر ابراهيم. الحاجه الثانيه يا كابتن فاروق، خلي بالك بعض الاوقات في مباريات لازم ممكن اكسب عن طريق التسديد او ضربه ثابته، وده اللي حصل النهارده. يمكن احنا النهارده بنتكلم على اداء نادي الزمالك كويس وكل حاجه، ولكن النهارده انا عندي واحد مميز زي قفشه بيصوب من بعيد، الجون الاولاني نفس القصه بتاعت عمرو السوليه، ففي فرق بتستغل الحاجات دي. اتفضل. طيب امير هستاذنك بس، يعني طبعا استاذ نشأة الديه طبعا المدير التنفيذي لقناه 10، الرئيس التنفيذي لقناه 10 وعضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، يعني هو طبعا يعني واحنا بنتكلم على الاهلي وهو واحد من الاهلاويه الجمال برضو، واحنا سعداء بتواجدنا هنا في قناه 10، لان هو فعلا هو حتى واحنا هو اهلاوي جميل يقول لك دايما الحياد
وده شيء مهم جدا. استاذ نشأة تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا كابتن محمد، ومبروك مبروك لمصر الاول انه خرج الماتش صحيح بهذا الشكل وهذا الاداء وهذا الانضباط وهذه الروح، فمصر اللي كسبانه بالتاكيد، والمنتخب اكيد كسبان بالاداء الرائع اللي اتعمل. بحب الاهلي وببارك له، وبحترم الزمالك على الاداء الرائع والمحترم. وكنا بنتكلم انا وانت من يومين وبنتمنى يخرج الماتش بهذا الشكل. اعتقد انه الجماهير النهارده الاهلاويه من حقها تفرح بجد، فرحه يعني مختلفه جدا. صحيح. فوز مختلف ليه طعم مختلف. انا بقول لك بعبر عن شعوري ان انا فرحان جدا 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 لاكثر من سبب، لكن شايف الشارع والناس يمكن الفرحه بتاعت الاهلاويه النهارده لا مختلفه جدا جدا. الشوارع كلها فرحانه، مصر سهرانه بتفرح. واعتقد انه لو احنا قعدنا نصرف فلوس كتير جدا 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 عشان نرفع الروح المعنويه للناس بهذا الشكل، لا، الماتش كوره ده اهميه الكوره. صحيح. اهميه لعيب الكوره، اهميه الاخلاق في الملعب. انا اعتقد ان احنا لازم ندرس هذا الكلام، لانه لا الكوره ممكن توفر لنا حاجات كتير جدا. صحيح صحيح. الكوره دي ونجوم الكوره كمان يا كابتن فاروق. صحيح مظبوط حضرتك. عليهم دور كبير جدا. انا اسف جدا دخلت في الموضوع. كابتن ابو الدهب وكابتن ابراهيم وكابتن امير عزم جاهد يعني متواجدين معانا. لا مسئول عليهم كلهم، وكابتن ابراهيم سعيد وحشني جدا. حبيبي قول له يا كابتن انا ببارك لك طبعا يعني. حبيبي مبروك لحضرتك، مبروك لمصر كلها. طبعا انت راجل رياضي ومحايد، واعتقد انه الكلام اللي كان بيتقال دلوقتي وكنت بسمعك دلوقتي وانت بتحلل الماتش بشكل فني. لا احنا انا مبسوط جدا، ومبروك للجميع، مبروك لمصر الاول، مبروك طبعا لكل الاهلاويه. طب استاذ نشأة، قبل ما يعني ما اسيب حضرتك، يعني فرحه جماهير الاهلاويه، خلينا بس نتكلم بمنتهى الامانه ان الزمالك هو المنافس معاك، فبالتالي لما بتاخد البطوله من الزمالك بيبقى برضو فرحه زياده شويه. بص انا معاك يا كابتن فاروق انه الفوز الاهلي على الزمالك له طعم خاص، وفوز الزمالك على الاهلي له طعم خاص لكل الجماهير سواء الأهلاوية أو الزمالكية. مظبوط. لكن في كل الأحوال النهاردة كان يوم مختلف، لأنه المباراة في والبطولة مختلفة لأول مرة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك الحاجة، لو إحنا عندنا بورصة، وأكيد في بورصة للأندية والمنتخبات، لا، منتخب مصر النهاردة حقق أكتر من بونت النهاردة. والمنتخب نفسه اسم مصر، التصنيف بتاع مصر في القارة الأفريقية غير تصنيف الأندية، لأنه الماتش خرج بشكل نظيف، الماتش خرج بشكل فيه لا في روح رياضيه موجوده بين اللعيبه. الزمالك لعب كويس جدا جدا جدا، ادى كويس، في كره على الارض، في مهارات، في لا انا كنت مبسوط جدا النهارده، واعتقد ان هرجع اشوف الكره بشكل طب كويس بشكل منضبط تاني ان شاء الله. انا بشكرك استاذ نشأة طبعا تواجدك معانا، ويعني اكيد زي ما بتكلم كلنا، كل اهلاويه يفرحوا، حقق كل واحد من حقه ان هو يعلن انتمائه وفرحته بناديه، دون ما دام احنا ما تعديناش على الجانب الاخر، وده شيء مميز. ومصر فعلا استاذ نشأة هي اللي كسبت النهارده من خلال الاداء ومن خلال الشكل اللي خرجنا بيه. بشكرك شكرا جزيلا طبعا استاذ نشأة دي، الرئيس التنفيذي لقناه تين وعضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. خليني اطلع لفاصل وهرجع لك امير عشان نكمل المعلومه اللي عايز توصلها لنا في الاداء الخاص بالنادي الاهلي والامور اللي يمكن النادي الاهلي تفوق فيها في بعض الاحيان في هذه المباراه. فاصل وارجع اكمل كلامي مع ضيوفي.
الايادي قلب امك يا مصر ويا لهوي طيب من حق الاهلاويه يفرحوا طيب يا جماعه يعني من حق الاهلاويه حتى لو انا مذيع بس من حق ان افرح طبعا الناس فرحانه فرحيه يعني الاهلاويه فرحانين في كل مكان في نادي الاهلي لاعضاء النادي الاهلاويه في كل مكان حتى في العالم العربي من حقهم يفرحوا وبالتالي يوم جميل للمصريين زي ما قلنا النهارده النادي الاهلي كسب الرياضه المصريه كسبت الاهلاويه كسبوا الزملكاويه حتى بادائهم الراقي الجميل كسبوا فكره ان اللاعبين النهارده طالعين بشكل محترم ده مكسب كبير جدا جدا يعني ده احنا من حقنا نفرح ومن حق الزملكاويه برضو يفرحوا بفريقهم النهارده فعلا ادى اداء كويس ولكن كره القدم هي بتقول الكسبان وحق الكسبان ينبسط صح يا كابتن امير ولا ايه يعني طبعا فرحه الفرقه كسبانه كده هيبقى في فرحه مفيش مشكله دي كوره كابتن فاروق 90 دقيقه واحنا رايحين الماتش عارف مين في فرقه كسبانه وفرقه خسرانه يعني نرجع بس للمباراه كابتن فاروق اتفضل انا بحاول ادخلك معايا في الموضوع نرجع للمباراه فاروق في نقطه كابتن فاروق يمكن انا خدت بالي منها وممكن اتكلمت معاك في الفاصل قبل ما نطلع هوا في بعض الاوقات في المباراه دي لو كسلت بسبب اصابه او تكسي يعني اللعيب كسل بتفرق ودي شفناها خلي بالك في الهدف الثاني بتاع محمد مجدي افشه لو رجعنا للهدف اشرف بن شرقي بلحظات جاله شد ونزل عمل ستريتش للسمانه او ما تعرفش اللي كان بيعمل ستريتش وبعديها الكوره بالظبط اتلعبت لقفشه وقريب منه مين اشرف بن شرقي انا عذره طبعا اللي عمل النهارده مجهود بدني عصبي طبعا وراجل النهارده تالق الشوط الاولاني والشوط الثاني كان على فترات لكن انت المباراه دي يا كابتن فاروق لو كسلت ثانيه بيحصل لازم يحصل خطا فيها ممكن تكلف فرقتك وده اللي اتكلمنا فيه النهارده باتشيكو انا عذره النهارده يمكن الكابتن ابراهيم كان بيتكلم على التغييرات انا شايف النهارده انا عذره اللي النهارده الناس كلها ممكن معظمها بعيد يمكن كاسونج الوحيد اللي رجليه في الملعب لكن في بعض الاوقات برضو انا لازم اغير يعني النهارده اما لعيب يعني ممكن اشرف بن شرقي في الكره دي لو واحد مكانه يا كابتن ابو ده عنده باور هقدر ادافع او هضغط على مجدي قفشه لكن قفشه الكره جات له ريحها وظبطها وحط وش رجله صح فزي ما بقول لك المباريات دي التفاصيل الصغيره دي ممكن تفرق في مباراه زي دي انا بقول لك يعني حتى لو اداء نادي الزمالك كان جيد في حاجات تانية بتفصل يعني بتفصل بالزبط. فكره الروح عدم ان انا كسلت سنه زي ما انت قلت دي مباراه انا هقول لك والله يا امير يعني احنا بنتكلم بقى في نهائي افريقيا ابراهيم كان ساعتها في نادي الاهلي 2001 انا مثلا كان حسام غالي يبقى قدامي انا نازل عند ال 18 بدافع انا ما يهمنيش انا اجيب جون ولا ما اجيبش جون فاروق يعني اتعلمنا طول عمرنا انت في مشكله عندك ان بتحصل الاخطاء اللي بتحصل دي يا كابتن ابراهيم في الجون في الثلاث اجوان ده لعيبه دوليه النهارده الوقفه ازاي احنا بنتعلمنا كنا بنتعلم الوقفه النهارده ما يتعملش كورنر كده وتلاقي الكره ما حدش مع الراجل ان الراجل بيطلع بيحط بدماغه وقفه المدافعين غلط الحاجه الثانيه كل جون شي بكباله انا المدافعين بتاع النادي الاهلي بتوصل الراجل للجول الحاجه الثانيه لما قفشه اتعلمنا اصلا لما الكره بتترد من الديفنس في نص الملعب اتعلمنا ان في واحد لازم تضغط ما دي كلها حاجات انت هتقول لي لعيب دولي ولا لعيب محلي ولا لعيب محترف هي دي اساسات الكوره انا كوره لما بتطلع كابتن ابراهيم لازم ابقى اضغط على الراجل ما وصلش الراجل للجول فدي اخطاء في المباراه الحاجه الثانيه يمكن انا اسف اخدت اتفضل يا كابتن الحاجه الثانيه ان المديرين الفنيين ما استغلوش نقاط الضعف اللي موجوده في الفرقتين انت النهارده وفي حاجه ثانيه النهارده الكابتن عماد بيتكلم على التغييرات انا ممكن النهارده انا في بعض المباريات او في المباراه بالذات انا حسيت ان في عدم ثقه ان انت في لعيبه مصابه او لعيبه ان هي لازم تغير الراجل مش عاوز يغير ليه ممكن ما يكونش عنده ثقه في الناس اللي بره او الناس زي ما امير قال ان الناس بعيده لكن دي في حد ذاتها برضو بتبقى فيها هزه يمكن شفت طارق حامد لما اسلام جابر اتعور وطلب انه يطلع طارق حامد قال لهم لا لهم يكمل يعني اسلام كان عايز يطلع كمان هي بتبقى في ثقه ان الناس الراجل اللي جوه او اللعيب اللي جوه هيقدر يكسب او تبقى ورقه رابحه في نفس الوقت ان الراجل الناس اللي على الدكه بعيد فدي مشكله كبيره على فكره طب امير عايز تضيف حاجه قبل ما اروح لا مفيش انا بس في نقطه برضه يا كابتن فاروق يعني النهارده لازم نعذر واحد زي اسلام جابر يعني انا برضه خلي بالك احنا بس انا ما عجبنيش هقول لك حاجه بمنتهى الامانه هقول لك بس تمام نقطه تمام فكره ان انا عايز اطلع هو لسه رجله بتخبط اصلا هي بص يا كابتن فاروق وانا هي خبرات عندي القدره ان انا بص هي خبرات هي خبرات دي اول تعتبر اول كومه ليه الحاجه الثانيه انا عذري ليه ايه الواحد بيأدي في مركز غير مركزه هي دي يعني خلي بالك طبعا دي العذر بتاعه طبعا يعني النهارده بص يا امير معلش انا بتكلم في كوره ده لعيب كوره لعيب كوره ويلعب في اي مكان صح انا بتكلم انا اقول لك كابتن وقفتك برضو يعني ما بتغلطش ازاي يا كابتن بتقفل الراجل ده احترف وانت احترفت يا عم بص خلينا احنا احترفنا بقول ايه ده وانا ما احترفتش يعني ولا انا نجم الدوري التركي احترفت انا اقول لك على حاجه انت شغلتك كره قدم تلعب في اي مكان
وتلعب حسب ما يحطك المدير الفني. انا راجل ما تجيش تقول لي اصل انا ما بلعبش باك ليفت والراجل حطيتني باك ليفت، لا انت بتأدي الدور اللي موجود تلعب في اي حته. انت لو جيت النهارده انا بقول لك ابراهيم سعيد لو بيلعب النهارده مع احترامي مش بجامل ابراهيم سعيد، على ايد فينس هيهدف. انا بكلمك على ايد فينس من فرقتين انا بكلمك ككوره. لكن النهارده اللي نجح معايا ثلاثه مدافعين على فكره، لا اللي نجح النادي الاهلي يا فاروق خلينا نتكلم ككوره عشان احنا عمالين نتكلم. هو مبروك للنادي الاهلي وفاز بالبطوله لكن في اخطاء لازم تطلع ولازم تتكلم. انا بشوف مثلا هدف قفشه لو حد من المدافعين بيطلعها بشكل على الجناب ما ده قلب بيه كوره، ما كاتش مثلا راحت لقفشه يعني. ده برضو حاجات احنا كنا بنتعلمها زمان، لما بتيجي الكوره بالشكل ده حط الكوره على الجنب يعني المدافع حطها على الجنب ما تحطهاش في قلب الملعب. ايوه بالظبط. وانت لما بتجيب لعيبه يا كابتن النهارده لما بتدفع في لعيب المبالغ كبيره جدا انت بتجيبه على اي اساس؟ بتقيمه ازاي؟ انا بكلمك النهارده لما بتيجي النهارده لعيب دولي او مدافع دولي مدافع دولي وبيطلع الكره في الاتجاه اللي جايه منه ازاي؟ احنا كنا زمان يقول لك اطلع الكره طلعها على الجنب عشان ما تجيش لعيب. طيب ابراهيم بقى، واحنا كابتن ابو دهب بيصير حته مهمه جدا، الجيل الحالي من وجهه نظرك لنادي الزمالك دلوقتي خساره الدوري خساره افريقيا لسه طبعا كاس مصر الان في المحتوى الجميع يعني الاهلي والزمالك، وبالتالي من الممكن ان احنا نشوف الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا يعني بعد المباراتين القادمين يعني قريب العاجل. انت بتتكلم في اول الشهر خلاص ثلاث ايام هيلعبوا الدور قبل النهائي ثم الدور النهائي لو وصلوا هما الاثنين. هل الجيل الحالي لنادي الزمالك تتخيل ان هو في بعض اللاعبين هيبقى مش موجودين نتيجه ان خساره افضل بطولتين بالنسبه للناديين الكبار؟ شيء طبيعي يا فاروق طبعا. بص يعني مشكله لاعبين نادي الزمالك ان المباراه دي طبعا هتاثر عليهم بشكل كبير جدا الفتره الجايه على نادي الزمالك في العموم، لان انت خسرت برده بطوله كان عليها امال كبيره جدا من جماهير نادي الزمالك. وفي الاول والاخر هي بطوله قاريه ما بتتكررش غير فين وفين يعني. اخر مره نادي الزمالك كان في نهائي افريقيا كان سنه كام؟ 2015 مع مؤمن وكابتن مؤمن 2015 دي ثاني نهائي نادي الزمالك يوصله ويخسر. نفس القصه كان النادي الاهلي برده نفس الموضوع. دلوقتي الموضوع بقى اكيد هياثر بشكل كبير جدا لان بطوله كاس مصر في الاول والاخر هي بطوله محليه عكس بطوله افريقيا بطوله دوليه ومحسوبه وبتدخلك في مستوى تاني في ليفل تاني يعني موضوع تاني وفي ليفل تاني وبتتحسب لك في التاريخ. طيب هتسمح لي يا كابتن ابراهيم بس هقطعك. اسمح لي انا اتكلم. خليني اروح ل اسمح لي انا اتكلم عشان بجد اروح للاستاذ خالد درندلي يعني امين صندوق النادي الاهلي. وتحياتي ليك يا استاذ خالد والف الف الف مبروك لحضرتك والمجلس الاداره والنادي الاهلي ككل وجماهير النادي الاهلي. تحياتي لحضرتك استاذ خالد. ايوه كابتن محمد تحياتي لحضرتك ومبروك الف مبروك لحضرتك والمجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب كل المجلس الحمد لله. ومبروك لكل الاهلاويه وتحياتي الاولى للضيوف الاعزاء في الاستوديو. تمام كابتن ابراهيم سعيد كابتن محمود ابو الدهب كابتن امير عزمي مجاهد برحب بحضرتك بيباركوا لحضرتك كتير يعني. النهارده سر الفوز من وجهه نظر حضرتك يعني يا فندم سر الفوز النادي الاهلي النهارده يعني الفوز النهارده سر الفوز البطوله طبعا النادي الاهلي متغيبة عنه ودي حاجة مشتاق ليها بقى لنا فترة ووصلنا مرتين نهائي وما كناش لنا الحظ ان احنا نفوز بيها. فطبعا كان في حافز كبير جدا انها تبقى البطولة التاسعة والحمد لله يعني ان ربنا وفقنا ويا رب بقى يكون في كاس عالم للأندية نعمل حاجة باذن الله لو اتلعب يعني ان شاء الله. لا هتلاقي ونشوف النادي الاهلي. انا لسه كنت قايل رقم دلوقتي استاذ خالد ان النادي الاهلي بيتفوق على ريال مدريد في وصول لكاس العالم للانديه وبالتالي ست مرات حتى الان، فدي حاجه يعني ارقام قياسيه النادي الاهلي بيكسرها ودي حاجه جميله يعني. طيب يعني اكيد بيحسب لمجلس اداره فكره اختيار المدرب في التوقيت ده استاذ خالد، واحنا بنتكلم توقيت صعب والهدف كان اكبر من بطوله الدوري وبالتالي ده برضو يحسب لحضراتكم يعني. هو طبعا اختيار المدرب كان فيه ناس كثيرة جدا مستعجبة يعني متعجبين من هذا الخيار بس يعني الحقيقة الكابتن الخطيب ولجنة الكورة كان ليهم رؤية الحمد لله طلعت كويسة يعني وربنا وفق ويا رب كده يكون على ايديه كده بطولات مستديمة بإذن الله يا رب إن شاء الله. طيب أستاذ خالد يمكن النهاردة احنا كنا عندنا النهاردة سلوجن كده خاص بالمباراة ولا التعصب يعني رايك في اداء نادي الزمالك وده يهمني برضو يعني امين صندوق نادي الاهلي حاجه كبيره داخل مجلس اداره الاهلي وبالتالي رؤيته للجانب الاخر وده كان شيء مهم برضو في المباراه النهارده. لا طبعا الجانب الاخر كان الزمالك الحقيقه قدم مباراه كبيره جدا وكان في وقت كبير في المباراه
انما الاهلي كان عنده برضه الروح والخبره والاصرار ويعني في مباريات كثيره الاهلي راحت منه البطوله على بنالتيات على يعني مباراه الاهلي والزمالك دي بتبقى مباراه مالهاش كبير ولا ليها حسابات خارج اي حسابات. صحيح صحيح صحيح. فلحد اخر دقيقه بعد حتى ما جبنا الجول انت ما انتش ضامن ايه اللي هيحصل وايه اللي ممكن يتقال لان الفرقتين فرقتين كبار وليهم تاريخ وليهم حافز الاثنين يعني. صحيح. طيب يعني احنا النادي الاهلي ان شاء الله هيلعب السوبر افريقيا امام نهضه بركان ان شاء الله في القريب العاجل يعني الاستعداد لحاجه زي كده يا استاذ خالد بالنسبه للنادي الاهلي وامله طبعا في تحقيق انه يكون ثنائيه افريقيه. ودي حصلت كتير قبل كده يعني في مرات كتيره حصلت وبرده ده حافز ان تبقى رقم جديد للبطولات بتاعتنا والحفاظ بقى يعني شوف يعني مش هيكون بقى الاجيال اللي بعدين هيكون نادي القرن ثاني ان شاء الله باذن الله في عدد البطولات اللي حصلناها من سنه 2000 فالحمد لله انها عدد كبير اكثر من اي نادي احنا بنتكلم 20 لقب افريقي يعني افريقي متنوع قاري فدي حاجه بالزبط. دي حاجه بالزبط. جميله يعني بالظبط استاذ خالد هيبقى في بما احنا بنتكلم في امانه الصندوق بقى في مكافئات خاصه للاعبين طبعا بس جميل. لسه طبعا ما تحددتش ولكن هيبقى فيه مكافئات جدارة وفوز وبطولة افريقيا وبرضه للعاملين بالنادي قطعة برضه احنا يعني جالنا خبر دلوقتي ان في يعني مبلغ طلع من مكافأة بمناسبة الفوز دي حاجة برضه جميلة يعني دي طبعا كله بيسعد داخل النادي الاهلي من خلال سواء بقى الفوز او بعد كده حتى المكافئات الخاصة بالفرحة دي يعني الحمد لله وكل واحد يستحق الحقيقة من اول عامل واصغر عامل بالنادي بالتدرج كده لحد اصغر لعيب في الفرقه والجهاز الفني والاداري عمال الغرفه الملابس كل دول منظومه متكامله وكله ساهم في هذا الفوز وطبعا مجلس الاداره بيشرفوا ان تحصل بطولات دي في عهده وان شاء الله يكون برضه سوبر افريقيا وتبقى ارقام جديده باذن الله ان شاء الله يا استاذ خالد وتحياتي لحضرتك والف الف مبروك ان شاء الله دائما الكبير كبير زي ما بنتكلم نادي الاهلي يحصل على التاسعه بعد وقت طويل زي ما كنت بتكلم حضرتك في جزئيه 2013 لحد دلوقتي النادي الاهلي كان بيحاول وبيحاول الوصول للبطوله التاسعه ولكن طبعا القدر الشاء ان تبقى امام فريق كبير امام نادي الزمالك بيحصل عليها في هذا الموسم تحياتي لحضرتك استاذ خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي او امين صندوق النادي مجلس اداره النادي الاهلي وده بشكل كبير احنا بنتكلم ان مجلس اداره بيبقى مبسوط بيبقى الامور بالنسبه له حلوه فيبتدي يطلع مكافئات كنت بتتكلم هيما على مفيش مكافئه لا يعني بجد بتكلم هيما احنا بنتكلم فرحه موجوده طيب مبروك والله بس نتكلم بقى كده الناس تخش في مصر اتفضل يا كابتن ابراهيم اتفضل انا مش عارف كنا بنقول ايه اصلا احنا كنا بنتكلم يعني اخر حاجه انت على الجيل الحالي بالنسبه لنادي الزمالك وتواجده في الفتره القادمه بعد خساره بطولتين مهمين سواء الدوري او افريقيا بص هو طبعا اكيد هيبقى في تاثير بشكل كبير جدا على نادي الزمالك واللعيبه وحتى على النادي بالكامل يعني اكيد الموضوع اكيد مش هيعدي بالشكل ده لان في بعض اللعيبه مع احترامي ليهم لا يستحقوا اللعب نادي الزمالك اولهم كاسونجو وبرده من ضمن الحاجات اللي نادي الزمالك النهارده كان عنده مشكله كان فرجاني ساسي وبن شاري النهارده كان مش في الحاله الطبيعيه بتاعته ازاي ده هي والله ده مش في الحاله بتاعته ده فرجاني كان كويس يعني ممكن بن شاري يا ابراهيم اللي كان هو فرجاني خد بالك برده مش في الحاله بتاعته خلي بالك لو هو مش في الحاله الزمالك ما كانش هيسيطر على نص الملعب هو طارق هو طبيعي ان نادي الزمالك يسيطر لان تواجد طارق حامد كان النهارده كان عالي جدا طارق مش هيشيل أيوة. طارق بيقطع بيحاول ينهي هجمات الاهلي على قد ما بيقدر لكن فكره نقل الكره والسيطره على الكره يعني لا انت عارف انا اسف يا ابراهيم ممكن يكون تواجد فرجاني الهجومي شويه يعني لو ما بيكملش في ال18 مثلا متواجد مش زي المباريات قبل كده كان متثبت في نص الملعب هو وطارق يعني المفروض ان انت طارق ما شاء الله النهارده هو واخد نص الملعب كله المفروض ان انت بتاخد دور هجومي اكتر هو النهارده كان متثبت اعتقد دي كانت التعليمات انا عايز اضيف نقطه بس معلش ودي مش قاصد بيها مدرب نادي الزمالك او مدربين في مشكله عندنا يا كابتن ابو الدهب هنا كابتن فاروق في مصر ال 4 2 3 1 في جميع الانديه ما عندناش يعني يبقى مرونه في يعني النهارده مثلا ظروف زي المباراه النهارده كابتن فاروق كنت عايز تحوله 4 4 2 مثلا لا مش هحولها هحول انا خلي بالك نادي الزمالك عنده ثلاث مدافعين يعني عنده مثلا الونش محمد عبد الغني محمود علاء محمد عبد السلام منتخب اولمبي بعض الاوقات ليه ما العبش لو انا عندي مشكله في الاطراف النهارده يعني مثلا اسلام جابر بيلعب باك ليفت او احمد عيد ممكن مش يعني مش 3-2 مثلا العب 3-4-3 ايه المشكله دي النقطه اللي انا لما اجيب مدرب اجنبي كابتن برده انا بدفع له
لازم النهارده يبقى عندي كذا طريقه لعب اللي انا ممكن في اي ظروف يا كابتن ابو الدهب اتحط في موقف زي النهارده فممكن اغير طريقه لعبي. لكن انت النهارده كل الدوري المصري 4-2-3-1 فحصل النهارده عندك مشكله في الطرفين. طب ايه المشكله النهارده؟ انا كنت ممكن ابدا بعبد السلام وراجل بيلعب في منتخب اولمبي ولعب ماتش البرازيل والعب بمحمود علاء وعبد الغني واطير مثلا احمد سيد زيزو واطير مثلا اسلام جابر من ناحيه الشمال. فاحنا عندنا مشكله يا كابتن فاروق في مصر ومش نادي الزمالك بس، المرونه التكتيكيه او طرق اللعب حافظين 4-2-3-1 غير كده يبقى اي مشكله الفرق لو اي حاجه حصلت ان انا اغير 3-4-3 او 4-4-2 انا شايف انت بتتكلم مشكله عامه مش بالظبط كده بالظبط. طيب عايز كمل ابراهيم في حاجه في الجزئيه؟ هو بس هو يعني دي طيب انا كنت بتكلم يعني في جيل الزمالك بس. انا برضو قبل ما توصل الكابتن كابتن الذهب بهنئ شيكابالا على الهدف بتاعه، هدف رائع كلنا بنهنئ صراحه يعني كان على قدر الثقه، وبرضو خد بالك تواجده في الملعب لو كان كمل لحد المباراه كانت المباراه تبقى افضل. طيب كنت بكلم ابراهيم على الجيل الخاص بنادي الزمالك في التوقيت ده وخسرته بطولتين، الجيل الحالي بقى للنادي الاهلي كابتن ابو الدهب دائما مكسب البطوله يخليك تكمل طبعا تحرز هدف زي كده بالنسبه للقفشه، فهو عند جمهور الاهلي هو حد مختلف وبالتالي بيبقى الجيل الوقت الحالي هو جيل محبب سواء بقى للإدارة أو حتى للجميع وخد البطولة. هي تتحسب كده كابتن فاروق ان انت الجيل ده خد البطولة. يمكن انا كنت بتكلم مع كابتن ابراهيم انت في لعيبة البطولة دي ممكن تقعدهم في النادي لكن انت زي ما قلنا ماتشات الأهلي والزمالك اصلا يا تطلعك نجم يا تبطلك كورة. لكن البطولة ان انت تاخد افريقيا بالاسلوب ده وبالشكل ده انت كده ممكن تتحسب لك ان انت لعبت في ظروف استثنائيه، عندك اصابات كتير في خط الدفاع، عندك اصابات بكورونا، لكن ما تقدرش تقول لان النادي الاهلي. طب اسمح لي بقى كابتن ابو الدهب انا هقطعك لان كابتننا بقى كابتننا الكبير كابتن ابراهيم حسن نجمنا الكبير ونجم النادي الاهلي السابق ومدير الكره بنادي الاتحاد. تحياتي ليك كابتن ابراهيم. فاروق ربنا يخليك. ازيك يا كابتن؟ مبروك يا فاروق. مبروك يا كابتن لكل الاهلاويه. ويعني خليني اقول لك من رؤيه حياتك الفنيه وكلاعب يعني كنت سابق في النادي الاهلي ونجم كبير حققت بطولات كبيره مع النادي الاهلي، شفت المباراه ازاي النهارده خصوصا انها يعني مباراه ما بين يعني قطبين كبير الاهلي والزمالك؟ كابتن انت حياتك يعني انت لعبت في الاهلي ايام حياتك كلها ولعبت ايضا في الزمالك بشكل كبير، ولكن انت واحد من اولاد النادي الاهلي فبالتالي هكلمك برؤيتك كواحد من اولاد النادي الاهلي. اكيد طبعا طبعا تحياتي المحمود ابو دهب ومين تاني؟ ابراهيم سعيد. كابتن ابراهيم ازيك يا كابتن؟ وكابتن امير عزمي مجاهد. مين ابراهيم سعيد وامير عزمي مجاهد. تحياتي طبعا لابراهيم تحياتي الامير وقال لله امير ومعلش طبعا كان نفسي اشوفك الفتره اللي فاتت دي بس طبعا تعرف الظروف اللي وقال الله يرحم الكابتن عزمي كان راجل محترم وجميل ومحبوب بالناس يعني طبعا. شكرا. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن رؤيتك للمباراه ك يعني انا انا شايف ان النادي الاهلي النهارده يعني لعب اول 10 دقائق كويس، نادي الزمالك حالته كانت احسن النهارده بصراحه كتير. يعني انا في الاول خالص شايف ان المكسب مكسب لمصر ان النادي الاهلي ونادي الزمالك النهارده يلعبوا على النهائي اكبر بطوله في افريقيا، واي فريق فعلا ما كنت بقولها ان اقرب ناس وناس اليومين اللي فاتوا يعني لازم الناس جمهور اهلي جمهور الزمالك يبقوا فرحانين ان البطوله في مصر بطوله بين ناديين كبير كبار، بس مش عايز حد يزعل لان في الاخر كان الكلام ده قبل الماتش عشان في الاخر خالص يعني ماتش وهيعدي. طبعا هي بطوله باكثر من ثلاث من اكثر بطوله يعني بطوله انك انت تاخد دوري ابطال افريقيا، بطوله ان انت توصل لبطوله العالم للانديه، بطوله ان انت اول مره في التاريخ زي ما بقول لك ان يتلعب ما بين اهلي والزمالك على صحيح. على بطوله ابطال دوري افريقيا يعني تسمح لك كابتن كمان انك تلعب كاس السوبر الافريقي يعني ده برضه والسوبر الافريقي يعني حوالي اربع بطولات بصراحه في ماتش واحد يعني صحيح. وفي الاول وفي الاخر يعني انا بقول لجمهور الزمالك وبقول لعيبه نادي الزمالك يفخروا بادائهم النهارده وعملوا اللي عليهم ومحدش فيهم قصر بصراحه كلهم كانوا كويسين مفيش حد وحش في فريق الزمالك. النادي الاهلي متخصص مع احترامي متخصص في البطوله حتى لو عنده اي ظروف لو عنده نقص لو عنده حتى مش في حالته او الفتره الاخيره او حتى لو النادي الزمالك متفوق فنيا بفتره برضه الفترات الاخيره بس النادي الاهلي بيعرف ياخد بطوله يعني في 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 تخصص فيها في نفس الشيء يعني عايز زي ما بقول لك ان ما حدش يزعل يعني ان زي ما بقول لك جمهور الزمالك انا متاكد ان هم طبعا زعلان على البطوله انما فرحانين بعندهم فريق قوي
عندهم فريق بصراحة فنيات خيلة. النهاردة شيكابالا هني طبعا على الهدف العالمي اللي جابه، هيظل في التاريخ من أحسن الأهداف اللي شفتها. وكان أداءه النهاردة ممتاز، وسعيد بشيكابالا أنه كان كويس النهاردة. في نفس الوقت النادي الأهلي الخط الظهر هو شال كتير النهاردة، الصعوبات كانت موجودة وخصوصا الاثنين اللي في القلب مع طبعا الشناوي. انما ما اقدرش ان انا اقول النهارده كان في واحد مميز في النادي الاهلي غير ان خط الدفاع زي ما بقول لك ياسر وايمن اشرف ايمن اشرف قاموا يعني على قد ما قدروا اجتهدوا النهارده. وكان معاهم طبعا الناس اللي في قلب الملعب بالذات السوليه يعني. فانا شايف النادي الزمالك النهارده كان حالته احسن، شايف بنسبه 60-65% كان فرصة النادي الزمالك كانت موجودة بشكل أداء أحسن. إنما زي ما بقول النادي الأهلي بيعرف ياخد بطولة حتى لو في عنده صعوبات، في تركيز، ابتدوا يردوا للماتش تاني قبل الهدف، ابتدى في حتى لو تلاحظ الكرة اللي جت بتاع قفشة حصل ضغط الثلاث أربع دقايق اللي قبل الهدف، حصل ضغط جامد. الكرة التانية بقى النادي الأهلي في حماس ان هو عايز ياخدها، ان عايز يسحى، لا انا مش عايز ان نادي الزمالك يستحوذ. ففي اللحظه دي جه فعلا الهدف، وجه باكتئاب ان قفشه، وطبعا مش بتاعته دي حته ان بيلعب بقلب جامد قوي في ان يحط جسمه في الكوره وبعدين يوجه وش رجله، دي حاجه كويسه جدا. طب بدون ما اقطع حياتك كابتن ابراهيم، انت حياتك بتتكلم في النقطه بقى اللي انا عايز اكلمك فيها في الجزء الفني بالنسبه للموسيماني. قبل ما الهدف يجي كان تغيير هتحصل لكهربا، وده تغيير يعتبر في الوقت ده هجومي او مجازفه بالنسبه له. فجاه بعد ما الهدف جه لقينا عمليه التغيير اختلفت بالنسبه لموسيماني ونزول رامي ربيعه. يعني انا يعني فكره موسيماني وادائه النهارده وقيادته للقاء. اتفضل كده. انا شايف الاداء النهارده اكتر يحسب للعيبه النادي الاهلي، احترامي ما يحسبش للمدافع بصراحه. هو في لقطه جابوها هو بكهربا نازل فبيحاول ياكد للموسيماني ان في حاجه يعملها معينه. واعتقد ان هي كانت النقطه بتاعه رامي ربيعه، ان هو فعلا التوقيت ده كان محتاج يامن نص الملعب، وبيلاعب رامي ربيعه راجل اصلا مدافع بيلعب قلب دفاع وبيلعب يقدر يلعب الديفندر كويس. فهي التوقيت بتاعها انا شايف التوقيت بتاع رامي ربيعه ممتاز جدا، ان لازم في الوقت ده يقفل لان هيحصل ضغط عشوائي. ولان ما خلاص ما فيش تقريبا خمس دقائق ومع الوقت الضايع، فكان نادي الزمالك هيقاتل باي طريقه عشان يضمن. فلازم كان فعلا يامن برامي ربيعه. كهربا نزوله مش يعني مش حاجه وحشه، سواء قبل الهدف او بعد، بالعكس انا ممكن كهربا تعرف انطلاقات كهربا ويقدر بيسحب الفريق فكهربا كان عايز بدليل الكوره، اول كوره خدها وراح بنص الملعب وكان عنده روح عاليه جدا يعني. فاتمنى ان هو يكون يرجع لحالته اكيد ان شاء الله الفتره الجايه، لان هو مؤثر للنادي الاهلي ومؤثر لمنتخب مصر. فزي ما بقول لك ان اداء الزمالك باتشيكو بقى كابتن، لو انت عايز يعني برضو انا كنت بقول على موسيماني، باتشيكو نفسه واداؤه النهارده مع الفريق الفني كابتن، هل اثر بالايجاب او السلب؟ يعني انا شايف الراجل ابو نجم، باين اعتقد ونجم يا كابتن، ونجم كان لازم ينزل. يعني هو في توقيت زي والنتيجه التعادل كان ينزل، هيغير ممكن كان ياجل كاسونجو ممكن، لان اللعيبه زي ما بقول لك فرصه او الدكه او اللعيبه اللي عند نادي الزمالك كان في يقدر باتشيكو يقدر يعمل اكتر من تغيير يدعم، لان عنده دكه كويسه. تغييرات النادي الاهلي زي ما بقول لك موسيماني مع احترامي طبعا لعيبه ممتازه اللي موجوده كلها على الدكه، بس مين اللي بره؟ بدليل ان نازل جيراردو. يعني كويس ان النتيجه عدت، يعني المكسب حصل، لان جيراردو مع احترامي هو لعيب كويس بس مالوش دور، ولما نزل مفيش حاجه خالص. حتى زي ايه مفيش النهارده، انا ما اعرفش يعني وجهه نظري، مفيش النهارده نجم في او احسن لاعب في فرقه النادي الاهلي غير زي ما بقول لك قلبي دفاع بس. صحيح. مع الشناوي، انما حتى معلول كان بيلعب بحرص لان عارف عليه ضغط هجومي قوي جدا الجنب اللي عنده يعني.
انما باتشيكو كان يقدر في تغيير ثاني، ممكن تغييرين ثانيين، لان عنده لعيبه متحركه كتير. النادي الاهلي زي ما قلت لك ما كانش في لعيبه متحركه غير كهربا اللي موجود بره دكه. طب كابتن ابراهيم، قبل ما يعني انا مع حضرتك المداخله، كابتن ابراهيم بحسه الكروي والماتش خلص خلاص، كان متوقع ان الماتش ينتهي كده ولا كانت الامور كانت تبقى مختلفه بالنسبه لك؟ اقول لك انت اكيد حسيتها فاروق. يعني لاول مره الاقي تخوف او حرص او نوع من انواع مش خوف، قلق، عدم ثقه 100% قلق جماهير الاهلي، وحتى الناس المتعصبين جدا قلقانين، عارفين ان الزمالك عنده امكانيات كويسه. فانا شايف ان قبل المباراه حتى قلت ممكن المباراه تخلص يا 1-0 يا تخلص ضربات جزاء، وكنت اتمناها لو يعني قبل المباراه ان ضربات جزاء، عشان خوفي على جماهير الاهلي وجماهير الزمالك من الزعل. فانا شايف النهارده النتيجه والشكل العام اللي حصل ده اعتقد مشي زي ما انا عايز، يعني حس اللي هو ان محدش يزعل ولا الزمالك ما يزعلش ان النهارده ده، والنادي الاهلي يبقى سعيد ان هو خد البطوله. فانا شايف ان ما حدش يزعل. اليوم طلع حلو يا كابتن، اليوم طلع حلو بكل مجماله يعني. وبشكر اللعيبه ان هم النهارده كان العالم كله بيتفرج على عليهم، قدموا رساله محترمه جدا، ما فيش حد احتكاك، ما فيش مشكله حصلت في الملعب، الحكم 10 على 10 حاجه صحيح. ما حصلتش، الحكم هادي، وحتى قاري الماتش قبل ما يتلعب، امتص غضب اللعيبه كتير من اول دقيقه، بيضحك مع كل لعيب، بيبتسم في وشه، مش متنشن، لو ضغط كان ممكن المباراه تحصل فيها ضغط عصب او شد عصب، انما هو راجل. بحييك برضه الحكام الموجودين معاك كابتن ابراهيم. انا بشكر حضرتك، نجمنا الكبير كابتن ابراهيم حسن، نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق ونجم نادي الزمالك السابق، ورؤيته للمباراه انها خرجت بشكل جيد، سواء بقى الزمالك بادائه الجيد او حتى النادي الاهلي بنتيجته النهارده تحقيقه لقبه التاسع في هذه البطوله، وتحقيق شيء وارقام مختلفه، الوصول لكاس السوبر، وبالتالي ايضا فرصه لحصول النادي الاهلي على لقب قاري اخر، وايضا الوصول لكاس العالم للانديه، وده حاجه برضو مشرفه لمصر بشكل كبير. خلينا نطلع لفاصل وهرجع للكباتن مصر في الاستوديو. كابتن ابو الدهب انا قطعت منه المداخله او الكلام عن الجيل الحالي، هرجع له بعد الفاصل. كابتن ابراهيم طبعا عشان بيحب يتكلم كتير هنرجع له برضو. الاهلي كان وحش النهارده، بس ان شاء الله يعني احنا كنا متوقعين نكسب، لان الزمالك كسبنا مرتين وهو احنا كنا احسن منه والحمد لله. لا الاهلي بصراحه الهدف عالمي، الهدف عالمي. ايه رايك في السوليه وقفشه؟ هدف جميل، ومبروك للاهلي وهارد لك للزمالك. يعني مين يتحمل خساره نادي الزمالك؟ مين يتحمل خساره نادي الزمالك؟ اداره نادي الزمالك.
انتظار نادي الزمالك. هم عملوا اللي عليهم ودي كوره ودي رياضه يعني، مفيش حد يتحمل حاجه يعني. النادي الاهلي استغل الكورتين اللي جوله وكسب بيهم يعني، انما الاهلي كان مستواه اقل بكتير يعني، مش عارف بيلعبوا ورا كتير وما بيتهاجموش وما بيضغطوش وما بيعملوش حاجه، مش عارف ليه يعني. كنت متوقع الفوز طبعا لفريق الاهلي ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، وربنا كرمنا ودايما في تقدم الاهلي. الاهلي حديد 2-1 والله، انا ايه والله على النت 2-1 وبس. الاهلي هو البطل في كل حاجه. رجل المباراه الشناوي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كنا واثقين كلنا في لعيبه الاهلي وعارفين ان هم قد الماتش ده. الحمد لله موسيماني واللعيبه والاداره عملوا فوق الصح. النهارده احنا فعلا 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 رجعنا افريقيا بعد غياب 7 سنين. افريقيا ليها الاهلي واحد بس، الاهلي بس. مكملين مع حضراتكم فرحة فوز النادي الاهلي بالبطولة التاسعة، بطولة دوري ابطال افريقيا هذا الموسم اللي كانت صعبة الحقيقة، بطولة صعبة وبطولة كانت مش عارفين هتكمل ولا مش هتكمل، وبالتالي كان كل الامل بالنسبة للفرقتين سواء الاهلي او الزمالك للحصول عليها. يعني حرام ان وصلوا للنهائي والامور عمالة تتأجل شيئا فشيئا، لكن ان تتلعب واحد الاندية الكبار في مصر يحصل على البطولة اكيد كان شيء مفرح لجمهور النادي الاهلي. خلينا اقول لكم ان بعد الفوز النادي الاهلي بالبطوله بينتعش او بتنتعش خزينه النادي الاهلي ب 2.5 مليون دولار، واعتقد ان ده شيء مميز وشيء مهم جدا او تحفيزي كبير جدا من الاتحاد الافريقي لاي الفرق اللي بتحصل على هذه البطوله. كابتن وداب، كنا بنتكلم على البطوله وتاثيرها الايجابي على فريق النادي الاهلي في الفتره القادمه. يعني خليني اقول لك ان لها تاثير كبير جدا. ان انت زي ما قلت ان هتنتعش الخزينه بتاعت النادي الاهلي. الحاجه الثانيه ان انت هتلعب في بطوله العالم اللي غايبه بقى لها فتره كبيره جدا عند الاهلي. الحاجه الثانيه تسعد جماهير النادي الاهلي بشكل كبير جدا، هتسعد فرحه اللعيبه كبيرة. فرحه كبيره طبعا في مصر للنادي الاهلي. فدي اكيد الفرحه دي بتطغى على كل شيء، لكن اعتقد ان في هيبقى ان شاء الله في قاعده مع اكيد لجنه التخطيط او لجنه الكوره، هتقعد مع مستر موسيماني وهتشوف طلباته ايه للفتره القادمه. لان النادي الاهلي داخل على معترك كبير جدا. خليني اقول لك ان احنا نسينا نشيد بحاجه مهمه جدا في المباراه كابتن فاروق، وهو الحكم. انا عايز لا طبعا احنا كنا اتكلمنا بس يمكن ما اتكلمتش معاكم في الجزئيه دي. خرج بشكل كبير جدا للمباراه لبر الامان، واضح انه كان لعيب كوره يعني، واضح انه حتى من طريقه كلامه مع اللعيبه مع معاملته مع اللعيبه يمكن كان فيها كل اللعيبه كلها سواء في النادي الاهلي او الزمالك كانوا محترمين قراراته بشكل كبير جدا، وقدر يخرج بالمباراه لبر الامان. طيب بكلمك على الجيل الحالي وامكانيه وجود اللاعبين نتيجه او استمرارهم. خلي بالك انت في دلوقتي في جيل ممكن يمشي عشان خساره بطوله، وده بيحصل في الانديه الكبيره بالذات طبعا. وفي جيل بيكمل، وبعض الناس كان ممكن تمشي خالص نتيجه مثلا احرزوا هدف او كده. بيحصل يا كابتن وداب، فانا عشان كده سالت كابتن ابراهيم الجيل الحالي في الزمالك ايه اللي هيحصل له. الجيل الحالي بالنسبه للنادي الاهلي انا يمكن في تدعمات وفي صفقات جت للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، مش من المباراه دي، لما على مدار الموسم، لما انت عارف الاهلي والزمالك بيلعبوا على كذا بطوله في الموسم اكيد محتاجين لعيبه كتير جدا عشان ما يتحطوش في الموقف اللي اتحطوا فيه النهارده يا كابتن فاروق، ان اللعيبه في غيابات او في اداء او النهارده في لعيبه بتلعب في غير مراكزها. فاكيد يبقى في تدعيمات الفتره الجايه، وبالفعل في تدعيمات. لكن خليني اقول لك هيبقى في تدعيمات للنادي الاهلي. يمكن جابوا بالفعل النادي الاهلي جاب بدر بنون وجابوا بيكهام، ويمكن بيفاوضوا لعيبه في افريقيا في الفتره اللي هو يعني في بعد بطوله افريقيا او كان خلاص بعد ما انتهت البطوله في تدعيم قوي طبعا. بصفقه قويه في مركز راس حرب. انت عارف ان النادي الاهلي ما بيعلنش بسهوله، هو بيعلن بعد ما بيخلص الصفقه. ودي يمكن احنا تعودناها من النادي الاهلي ان انت بيتعاقد وبعدين بعد كده بيعلن. لكن خليني اقول لك الصفقات اللي جايه مش من المباراه دي او الجيل ده، لكن الصفقات للموسم كامل في الفتره اللي جايه. طيب ابراهيم، خليني اقول لك دائما التفكير بيبقى في البطوله. بعد حصول النادي الاهلي على بطوله افريقيا وكاس العالم ودخوله بقى كاس العالم الانديه، واحنا بنتكلم في ديسمبر القادم مباراه السوبر الافريقي امام نهضه بركانه هتكون في القاهره، فرصه النادي الاهلي في الحصول على البطوله دي امام فريق مغربي، واحنا اتفرجنا على الكره المغربيه
يعني احنا اتكلمنا على واتفرجنا سواء على الرجاء او على الوداد، فرصه النادي الاهلي ايضا من خلال الاداء اللي انت شايفه ده للحصول على البطوله امام نهضه بركان. بص اكيد طبعا بعد فوز النهارده فوز كمان على نادي الزمالك اكيد المعنويات مرتفعه من ناحيه الاداره، من ناحيه المدرب، من ناحيه حتى اللاعبين، فاعتقد ان المباراه يعني النادي الاهلي هيبقى معنويا افضل من فريق نهضه بركان كناحيه افريقيه وك حافز اكتر يعني. طب اللي لفت النهارده وجهه نظر ابراهيم في الجزء الدفاعي للنادي الاهلي، انت قلت كان امير بيتكلم على قلب الدفاع. بص يعني انا كنت مقارنه بقلب دفاع نادي الزمالك بتكلم على ياسر ابراهيم، كنت يمكن في اوقات كتيره جدا النهارده ياسر ابراهيم عمل مباراه هايله بصراحه. يعني انا بحييه على المباراه، مختلف عن المباراه الاولى اللي هي كان 3-1 تقريبا. كان عامل مباراه هايله، كان مركز بشكل كبير جدا. ايمن اشرف النهارده عمل مباراه برده على اعلى مستوى، يعني بنسبه 90% يعني اسباب فوز النادي الاهلي هو ايمن اشرف وياسر ابراهيم. معلول شايفه النهارده ايه؟ لا معلول مش بعيد عن مستواه تماما. محمد هاني ما جبناش سيره هاني، احنا خالص هاني ادى المباراه يعني ملتزم دفاعيا بال بال بالمطلوب منه. يعني ما شفتوش النهارده هاجم، بس هو كان مطلوب منه كده. فادى المباراه وادى تعليمات المدرب، واعتقد ان دي كانت تعليمات موسيماني. هل كنت متوقع اداء حمدي فتحي النهارده مكان ديانج ان هو كان يسد الخانه؟ الصراحه لا، بس عمل برده مباراه كويسه هو عمرو السليه في نص الملعب. سوريا النهارده كان هايل. بص يعني بعيد عن الجول، يعني اللي كان بعيد عن المباراه تماما هو معلول، جونر اجاي كان على فترات، مروان محسن وحسين الشحات. يعني هم كان نقطه ضعف النادي الاهلي النهارده في المباراه يعني. في العموم هي مباراه بطوله، والنادي الاهلي وصل للمطلوب اللي الفوز بالبطوله. بس كالفتره اللي جايه بالنسبه كمدرب موسيماني ان في اعتقد ان في تغييرات كثيره جدا هتحصل في التشكيله او في اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، ان هم اعاده حسابات بقى. بس يعني انا يعني اعتقد ان بنسبه 90% علي بادجي خلاص مشي، اعتقد خلاص تقريبا راح للاتحاد تقريبا. جيرالدو هيبقى مش هيبقى ليه تواجد، احمد الشيخ، صالح جمعه، يعني في اسماء كده اعتقد ان مش هيبقى ليها تواجد مع بغض النظر عن الفوز بتاع النهارده، بعيد عن الفوز بعيد عن اي حاجه. هو من المدربين اللي بيحب لعيبه كوره، واعتقد ان الفتره اللي جايه هيبتدي ينقي. صالح جمعه هيبقى موجود؟ ما اعتقدش، لان لو كان ليه تواجد كان بقى ليه تواجد. ما هو احنا عندنا عيال الجمعه كلها جات لها كورونا، فما كانوش متواجدين كده كده. يعني عايز اقول فعلا بجد الفرصه الوحيده اللي جات لصالح جمعه ان هو كان مع مدرب زي موسيماني، لان هو موسيماني بيحب من بيحب اللعيبه اللي لعبت الكوره او المهارات. فهو جات له فرصه وما قدرش يستغلها، وكان ممكن يبقى يقدر يعوض في الفتره اللي فاتت من تواجده مع النادي الاهلي، بس هو ما استغلش الفرصه دي مع موسيماني. اعتقد ان موسيماني هيعمل تشكيله مختلفه تماما وتغييره من ناحيه حتى اللعيبه المحترفه، لان انا عاجبني فكره جدا، وهو من المدربين اللي بتفكرني بمستر مانويل جوزيه من لعيبه الكوره. تمام. طيب امير خليني برضو هرجع لك في جزئيه الجيل، ودي جزئيه انت راجل دربت في الفريق وعارف اللعيبه وعارف ايه اللي محتاجه لنادي الزمالك في الفتره القادمه وايه اللي مش محتاجه. في بعض اللاعبين اتوعدوا في حاله الحصول على بطوله افريقيا هيحترفوا، يعني واحد زي مصطفى محمد، حتى الان واحد زي فرجاني ساسي، واحد زي اوباما ما جددوش او ما مددوش العقد، واحد زي بن شرقي جاي له عروض. هل فكره خساره البطوله النهارده هتخلي النادي الزمالك يفكر في ان هو يبتدي يعني يستغل هذه الجزئيه في المكسب المادي، في انه يبيع اللعيبه دي، ان هو يسيبهم بشكل في ماده كبيره ممكن تجي لهم؟ التفكير ممكن من وجهه نظرك يبقى ازاي؟ بص يا فاروق، انا ضد اللي انت النهارده تلعب في القوام الاساسي بتاع الفرقه، يعني في ثوابت، يعني في لعيبه هي اللي ممكن عامله فرق مع نادي الزمالك. يعني عندك ساسي، بتتكلم عن ساسي، بتتكلم عن الونشي ومحمود علاء، بتتكلم مثلا على زيزو، يعني في لعيبه ممكن هيبقى صعب شويه اللي هي ممكن نغير في القوام الاساسي. وما ينفعش ان انت النهارده خساره بطوله ليك اللي انت تيجي زي ما بس في لعيبه انا يعني أنا هتلاقي لعيبه عايزه بقى تحترف. هي يعني هي هي برده حسب طموح اللعيبه هيما. يعني مثلا عندي النهارده انا مصطفى محمد، هو كان اتوعد من مجلس الاداره اللي هو مباراه النادي الاهلي والنهارده على بطوله افريقيا، لكن انت لعيب زي ده برده 22 سنه اكيد عنده طموح اللي هو يطلع اوروبا يحترف يلعب. لكن انت النهارده برده فرجاني ساسي لقى نفسه في نادي الزمالك، اشرف بن شرقي برضه يمكن جاي من الهلال السعودي لقى نفسه في نادي الزمالك. خلي بالك يا كابتن فاروق، نادي الزمالك بيبروز اي لعيب وبيلمع اي لعيب. يعني اشرف بن شرقي اما راح منتخب المغرب، رغم ان المغرب فيه محترفين في اوروبا، راح عن طريق فين؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك كميته بتمشي مع لعيبه معينه، ولعيبه معينه كميتها مش هتمشي غير مع نادي الزمالك. فانا ضد فكره ان انت تلعب في القوام الاساسي بتاع الفرقه. النقطه الثانيه بس سريعا على قصه التدعيمات، انا شايف اللي فيه لعيب عندنا في نادي الزمالك يمكن يوسف اوباما
غيابه عن نادي الزمالك بيبقى عندنا مشكله في رقم 10. مع احترامي للناس بقى تقعد تقول لك اصل يوسف بيلعب بوش رجله الخارجي والداخلي، يوسف اوباما من احسن اللعيبه اللي بيعمل وصله بتاعت نص الملعب بخط الهجوم، ويمكن غيابه شفناه في ماتش الرجاء شفناه النهارده. فانا شايف ان من المراكز اللي محتاجه تدعيم اصلا نادي الزمالك هو مش موجود النهارده. بص يا كابتن، يعني الزمالك النهارده اتاثر بعد ما وجود طبعا أوباما. طب بص يا كابتن فاروق، طب ما شيكابالا كان موجود وكان شيكابالا قد الدور اللي عليه كل حاجه، بس انت برضو بتتكلم على لعيب رجليه في الملعب، لعيب صغير، لعيب بيعمل الدور ده كويس. انت نادي الزمالك المشكله ان انت بقالك فتره في مكانين يا كابتن ابو الدهب بتجيب في لعيبه كتير، اللي هي حته الطرف اليمين والطرف الشمال. يعني انت النهارده لو تعد عندك مصطفى فتحي، عندك كريم بامبو، عندك عنتر لسه ماشي، عندك شيكابالا، عندك اشرف بن شرقي، عندك زيزو، عندك اوناج، عندك كاسونجو ساعات، يعني عندك ممكن 10 لعيبه في مركزين، رغم ان انت بتستفيد باثنين في الملعب وممكن اثنين على دكه الاحتياط. لكن في اماكن انت محتاج، يعني انت محتاج النهارده حته الباك رايت، انت عندك مشكله في حته الباك رايت. انت عندك النهارده ساعات في اصابات لحازم امام، انت دعمت بالمسلوس اللي هو لعيب التونسي، النهارده انت عندك واحد زي فتوح حته الباك ليفت ده، يعني انت النهارده باك ليفت منتخب مصر اساسي، وراجل لما مع منتخب مصر الاولمبي لازم يبقى ليه تواجد. اللي انت برضو النهارده عبد الله ممكن نقول ساعات بيبعد بالاصابات، بس مع احترامي ليك يا امير قول لا فتوح لا يصلح نادي الزمالك. انا يعني لا منتخب اولمبي عنده مستقبل، يعني هي وجهات نظر، مش اللاعب اللي في نادي يعني الزمالك. يعني انا وجهه نظر اي لاعب بيلعب في المنتخب الاولمبي فهو مستقبل ومتواجد في المنتخب لانه جيد، خلي بالك. فبالتالي انا افرط فيه ممكن في، يعني هقول لك بيكهام مثلا. بيكهام راح نادي وادي دجله كان في الاهلي وتحول بشكل كبير جدا في اداءه. على فكره هو مستوى فتوح لما كان في الزمالك قبل ما يمشي هو نفس المستوى بتاعه على فكره. بص انا طبعا بص هي خلي بالك بتبقى وجهه نظر وبحترم طبعا لا انا بحترم طبعا وجهه نظر، بس انا خلي بالك يا كابتن فاروق يمكن انا الراجل عشان عشت جوه لا لعيب كوره كويس جدا وصغير 22 سنه، وخلي بالك لما بيطلع اقرب يلعب. يعني مصطفى محمد ما ظهرش يا كابتن غير ما طلع لعب طنطا وطلع الجيش ورجع، والنهارده الراجل بيلعب منتخب مصر الاول، بيلعب منتخب مصر الاولمبي. فانت برده خلي بالك محتاج، يعني انا بقول لك ايه، مش مشكله ان انت لعيب زي ده يكون موجود في مكان زي ده هيدعم، لكن ما دعمش مكانين بس ويبقى عندي مشكله في بعض الاماكن في الملعب بس. طيب خلينا نقول ان ما فيش شك ان يعني وجود كابتن محمود الخطيب على راس المجلس الاداره، وجوده في النادي الاهلي كنجم كبير وكرئيس النادي الاهلي في التوقيت الحالي اكيد بيأثر بالشكل الايجابي على اللاعبين، بيأثر بالشكل الايجابي على الفريق، وده اللي حصل للفريق في الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي فتره من الفترات الامور كانت اتهزت شويه، لكن اما يكون الخبرات موجوده في خصوصا في جزئيه كره القدم اكيد بتفرق كتير. لما يكون نجم كبير هو اللي بيتحدث معاك عن كره القدم، بيتحدث معاك عن مستقبل الفريق والنادي والصفقات واللاعبين اللي جايين اكيد بيفرق بشكل كبير. اما تيجي تختار مدرب بعين نجم كبير اكيد الامور بتختلف وبتفرق كتير. خلينا نروح لتقرير عن كابتن محمود الخطيب وهرجع اكمل كلامي. طبعا اسطوره الكره المصريه في هذا التقرير، تحديث عنه كتير في هذا التقرير. بيبو بيبو الله يا خطيب، هتاف مش هتنساه الجماهير المصرية بشكل عام والأهلوية بشكل خاص للأسطورة محمود الخطيب، واللي كان في رحلة طويلة مع الإبداع والمحطات الحافلة اللي صار وجال فيها. الكرة بتسمع كلامه في الملعب، ده اللي كان بيتقال عنه نظراً لموهبته الفائقة في التعامل معها وإحرازه الأهداف ذات الماركة الخاصة. وصدق الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي لما قال الخطيب شاعر بيكتب بقدميه وبينظم بيها مع الكرة أحلى الأبيات وأمتع الأداء، فهو موهبة كروية فزة في تاريخ الكرة المصرية والعربية والإفريقية، وبيستحق كل الألقاب اللي أطلقت عليه زي الأسطورة والكبرى وغيرها نظراً للي قدمه طوال مسيرته سواء مع المنتخب الوطني أو النادي الأهلي. وخلال تحقيقه كل الإنجازات دي مر بالعديد من المحطات الصعبة اللي مليانة بالفرح والحزن والقلق، لحد ما تربع في النهاية على عرش قلوب كل الجماهير بمختلف انتماءاتها. اتولد محمود الخطيب 30 أكتوبر 54 في محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته الكروية بنادي النصر بمصر الجديدة قبل ما ينتقل للأهلي وهو في سن 16 سنة، وتم تصعيده للفريق الأول وهو 18 سنة عشان يبدأ مشوار حصد البطولات والألقاب مع القلعة الحمراء. خلال 17 عام بالملاعب استطاع بيبو تحقيق عشرات البطولات المحلية والإفريقية وإحراز العديد من الأهداف مع الأهلي والمنتخب الوطني، كمان حصل على عدة ألقاب فردية أهمها لقب أحسن لاعب ولقب أحسن هداف ولقب أحسن أخلاق
فهو ما حصلش طوال حياته الكروية الطويلة إلا على إنذار واحد بس. كمان هو اللاعب المصري الوحيد اللي حصل على الكرة الذهبية عام 83، وهي الجائزة اللي بتمنحها مجلة فرانس فوتبول لأحسن لاعب في أفريقيا، واعتزل في مشهد مؤثر باستاد القاهرة بحضور 120 ألف متفرج، فهو علامة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية. كمان مسيرة بيبو الإدارية نجحة بعد ما تدرج في العمل الإداري بالنادي الأهلي، فشغل منصب عضو مجلس إدارة النادي قبل ما يصعد لمنصب نائب رئيس القلعة الحمراء مع حسن حمدي، وقضى 8 سنين هي الأنجح في تاريخ النادي، وخاض الانتخابات الأخيرة وحقق حلمه بالجلوس على كرسي رئاسة النادي الأهلي. طيب، زي ما التقرير يعني شرح جزئية أن كابتن محمود خطيب هو أول رياضي كان لاعب ورئيسا لنادي بيحصل على بطولة أفريقيا، دي حاجة طبعا رقم من الأرقام المميزة، واللي بيحصل طبعا هي كابتن محمود خطيب بكفاءة الصراحة، يعني عشان نبقى متفقين، كنجم وأسطورة كرة القدم وأيضا كواحد من أفضل رؤساء الأندية المتواجدين في الكرة المصرية والأفريقية. كابتن وداب، خليني أكلمك على جزء بقى مهم جدا، وده حصل النهاردة من خلال اللقاء، فوز النادي الاهلي في الدقائق الاخيره، وده مش غريب عليه، بتفسر ازاي الجزئيه دي؟ مش غريبه، ده من ايام ما احنا كنا بنلعب، هو مش من قبل ما انت كمان من قبلنا كمان ان انت بتضغط، لان خلي بالك ان انت كانت المباراه لو راحت لوقت اضافي كانت الفريقين هيخلصوا. انا بكلمك بقى معنى، لان في لعيبه كتير جدا من الزمالك وقعت بالشد نتيجه الشد العصبي، وكان خلينا اقول لك كمان يا ابراهيم يا فاروق ان كان في خوف من بعض اللاعبين اللي اثر على ده، وفي الماتشات دي بالذات هتلاقي انت بتتكلم على حاله اللعيب في الملعب. سيبك من المدير الفني بيحط الخطه يحط التشكيل مين اللي يلعب ومين اللي ما بيلعبش، لكن حاله اللعيب في الملعب زي ما شفنا النهارده، يمكن انا شفت علي محلول عمري ما شفته بالمستوى ده، مع انه لعيب كويس لكن كان عليه ضغط من لان الراجل باتشيكو ده قرى الملعب بشكل كويس، لما لقي ان هو مش في حالته راح رمى عليه شيكابالا. فده يمكن دي اثرت بشكل كبير جدا، لكن خلينا اقول لك ان النادي ضغط بشده في الدقائق الاخيره، ان هو متعود على انه يكسب في الدقيقه 90 او الدقيقه 95 او 85 في الحاجات دي، واحنا متعودين على المكسب بشكل كبير في طيب يعني خليني بس اخدك لجزئيه مهمه، وانت كنت سالتها لك كابتن ابراهيم لو انت كنت لاحظتها معايا وانت فكره التغيير كانت هتحصل في الدقيقه، كانت الجون جه في الدقيقه 80 تقريبا 85 ان كهربا كان نازل، انا كنت حاسس ان الراجل بينزل كهربا عشان عايز يعمل التاكل او يعني ياخد مفاجاه في الخمس دقايق الاخيره، بحيث ان هو جت بقى ان هو كسب جت ما جاتش، فانت بتنشط الدنيا. انت لو بصيت يا فاروق ان انت هتلاقي الجون جيب الضربه القاضيه زي ما يقولوا، ان انت في الدقايق الاخيره هو كان نزول كهربا كان فيه جزء منه ان انت بتنشط او عنده سرعاته وبتنشط، لان خلاص بقى في خوف من عند اسلام جابر، كان في خوف ما بيتقدمش. وعلى فكره اسلام بعد ما وقع وقام كذا مره انا حسيت انه دايخ او حسيت انه كابتن هو نازل، انا اسف هو نازل اصلا ركبه بتخبط. ما انا بقول لك يعني انا بقول لك كل اللعيبه اللي موجوده، يعني لو شفت الرياكشنات اللي على وجوه اللعيبه كلها سواء في الفريقين كان في خوف بشكل كبير جدا. حتى النهارده لما بنقول نادي الزمالك مستحوذ على الكوره الترويج بس ما فيش فعاليه على الجول، لكن في النهايه بتبدا بتقول شخصيه البطل ان انت بتقدر تحصل على بطوله، لكن ما يهمكش الاداء، الاداء مش مهم في البطولات دي، لان الاداء مش يعني ما انتش انت عاوز تاخد على تاخد البطوله، فده رقم واحد ان انت بتفكر ان انا لازم احرز بطوله، لكن ما بفكرش في الاداء بشكل كبير جدا. زي ما شفنا كل اللي هيتكلم اقول لك الزمالك لعب وكان كويس لكن الاداء بتاعه ما كسبنيش، لكن النادي الاهلي في النهايه هو اللي فاز بالبطوله وفرع جماهيره صحيح جماهيره وهي فرحانه، سواء بقى كبار صغيرين، عندنا الاطفال برضو واضح ان في نشأ طالع بيحب ناديه سواء بقى الاهلي والزمالك، لكن النهارده بمناسبه فوز النادي الاهلي فهنلاقي اطفال النادي الاهلي محب النادي الاهلي فرحانين بعد الفوز. هنشوف بعض الفيديوهات لجماهير او اطفال النادي الاهلي هم فرحانين، ونرجع نكمل مع كباتن مصر. يا هيما وانت صغير كنت بتقول ايه؟ بيب بيب هو سواء بيب بيب زمالك بيب بيب اهلي، يعني هي كلمه احلى، لكن فرحه الاطفال نفسها جميله. ماشي اللي جاي كله طالع اهلاوي هيما. بص هي مش مقياس على فكره، خد بالك هي سبحان الله بتبقى يعني انت بتتربى بتعيش بتطلع بتشوف والدك اهلاوي او والدتك زملكاويه ايا كان يعني، فبتطلع بناء على محبه
التشجيع الاب والام للنادي نفسه يعني. اه بس فالموضوع مش اللي انا بشوف البطولات وعماله كل شويه الانديه او النادي الاهلي فرحان باستمرار. لا خد بتقول ايه؟ كام بطوله؟ كلمك بتقول ايه؟ الزمالك ما خدش بطولات السنه دي؟ اخد احنا واخدين سوبر منكم وكسبينكم في الدوري السوبر في الامارات او كسبين سوبر. لا احنا كسبين خمس بطولات او ست بطولات فالجيل بقى ايوه ايه هو بطوله السوبر بس السوبر بتاعت السنه اللي فاتت. لا البطولات كلها اللي الزمالك خدها ما خدش كونفدراليه السنه اللي فاتت. انا مش عايز اقول لك ما خدش كاس مصر. بص كاس مصر السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت احنا بنتكلم موسم جديد. لا يا موسم جديد. لا بص بس عايز احاولها كده. طب بقول لك ايه بقى خلينا احاولها كده. طب بص بطوله افريقيا دي لا تعوض ولا مختلفة. ايوه ماشي ما انا بقول لك بس برضه ما ننكرش ان نادي الزمالك برضه واخد نادي الزمالك واخد خمس بطولات السنه دي فما ننكرش برضه يعني بطوله طبعا الحلم الكبير كله في دوري الابطال لكن برضه نادي الزمالك بصراحه السنتين الاخرتين عاملين بطولات كتيره يا ابراهيم يعني واخدين سوبر سعودي واخدين سوبر مصري واخدين سوبر افريقي و... لا البطوله دي فرقه بشكل كبير جدا. طب هسالك يعني بقى سؤال اهم الاهلي والزمالك موضوع ان النادي الاهلي والزمالك ممكن يوصلوا على يوصلوا كاس مصر يعني ومسيره النادي الاهلي والزمالك يعني لو وصلوا الوضع بالنسبه للاداء وده هيكون ان شاء الله 5 ديسمبر يعني لسه طبعا الاهلي هيلعب الاتحاد والزمالك هيلعب طلائع الجيش وفي حاله الوصول وبالتالي يعني الناديين للنهائي هل ممكن نشوف الشكل اللي احنا شفناه النهارده في الاداء بالنسبه للفرقتين يعني في اكيد لعيبه هترجع يعني هنشوف وليد سليمان هنشوف موجود مين تاني صلاح جمعه وادي ديانج ديانج هيتلعب حتى الثلاثه بتوع الزمالك والثلاثه هيفرقوا. بص يا فاروق خلينا نتكلم ان موضوع بطول نهائي كاس مصر مختلف عن ده في حاله الوصول. احنا لسه طبعا عشان بس كل احترام للاتحاد حتى لو كل الاحترام للطلائع يعني بنتمنى طبعا الاهلي والزمالك يوصل النهائي لان في الاول والاخر بتبقى ليها شكل مختلف واهتمام مختلف من ناحيه اعلاميه من ناحيه جماهيريه دي حاجه كويسه جدا بيبقى عامله اجواء كويسه جدا للكره المصريه بس مختلفه طبعا تماما عن بطوله افريقيا لان خد بالك الموضوع النهارده مختلف حتى لو كان الزمالك كسب البطوله او الاهلي خد البطوله الموضوع مختلف بالنسبه للجماهيريه انت بتاخد من 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 خصمك اللي عارف اللي هو اللي انت على مدار من ساعه الكره المصريه ما اتعملت في منافسه ما بين الاهلي والزمالك فالموضوع مختلف تماما بالنسبه للاهلي وبالنسبه للزمالك كمان مع انت متخطي فرق كبيره جدا من الترجي التونسي والنجم الساحلي الوداد المغربي سان داونز فدي بتبقى بتتحسب يا امير في كاس انديه طبعا بص يا كابتن هي بتدي بص يا كابتن هي بتدي بتدي ثقه طبعاً وبتدي طبعاً. يعني بتدي ثقه للاعب نفسه ان انت بتكسبان بطوله افريقيا ممكن لعيب يبقى مثلا مستواه مش البطوله دي تفرق معاه لكن انا النهارده بعد الماتش النهارده انت لو بتقيس مستوى مش عشان حاجه ومش عشان انا منتمي لنادي الزمالك بس النهارده الكوره لا هو التوفيق عنصر التوفيق النهارده كان مع نادي الاهلي ده جزء كبير من الكوره بدليل ان الشوط الاولاني نادي الزمالك بعد ربع ساعه متسيد والشوط الثاني اول لو تلاحظ اول 10 دقائق الشناوي راح قالها وهدى اللي شايف نادي الزمالك الريتم عالي وماسك دي خبرات بقى دي تخليك تقول يا فاروق ان المباراه دي خارج التوقعات بالظبط بس انا بس في نقطه اللي بيقول لك يعني في نقطه بس كنت عايز استفسر منها وبرده حابب ان انا يعني تشاركوني فيها الوقت اللي حصل فيه ابو جبل وقف الدنيا كان ايه اسبابه يعني تقريبا هو كان عايز اللي انا هو كان عايز يغير لا كان اسلام تقريبا كان عايز كان عارفين ان هم ممكن اسلام جابري تعبان يتغير او عايز اقول لك حاجه الموضوع ده يعني فرق مع نادي الزمالك الزمالك كان راكب خلاص بقى ابو جبل هو الغلطه لا مش كده انا عايز ممكن يكون في ظروف معينه جوه الملعب انا حابب ان انا استفسر لان فعلا في الوقت اللي حصل الزمالك كان في الوقت ده الزمالك عالي طيب في اللقطه دي خد بالك عملت قللت الريتم بتاع نادي الزمالك شويه فده اللي بتكلم فيه لان برضه يعني حابب تقول ايه للجمهور المصري وجمهور نادي الزمالك بالاخص طبعا انا النهارده بجد يعني انا سعيد جدا النهارده اول مباراه النهارده تحس ان فعلا روح كويسه بين الفرقتين حتى بين الجمهورين حتى السوشيال ميديا مفيش زي الجو بقى اللي هو التهريج والحاجات دي لكن انا النهارده بشكر زي ما قلت لك بشكر لعيبه نادي الزمالك النهارده على الاداء بصراحه ويمكن نادي الزمالك جه في البطوله ده كابتن ابو الدهب من بعيد يا كابتن فاروق انت لو تفتكر كان ماتش مازيمبي بعد كده حصل تغيير في الجهاز اللي كالتيرون جه ومشوا بشكل كويس فاللعيبه تعبت اللي انت توصل نهائي وتكسب وبرده تعدي الترجي وتعدي الرجاء فاللي انت توصل نهائي افريقيا لا انت فرقه محترمه بحيي النهارده لعيبه نادي الزمالك عملوا اللي عليهم لكن زي ما قلت لك توفيق وبرده بحيي طبعا النادي الاهلي النهارده على فوزه بالبطوله لكن زي ما قلت لك عاجبني النهارده حتى ردود فعل جمهور نادي الزمالك اللي النهارده بيشكروا بعد اللقاء بالظبط وبيشكروا في اللعيبه بيتكلموا على اللعيبه كويس واتمنى ان شاء الله لنادي الزمالك زي ما قلت لك
نكمل، انت عندك لسه بطولات، عندك كاس مصر وعندك لسه برضو افريقيا، فان شاء الله باذن الله القادم يكون كويس. ابراهيم نعم. يعني حابب برضو تقولي عن اللقاء طبعا مبروك للنادي الاهلي في الاول والاخر، هي فرحه مصريه سواء للاهلي او للزمالك، مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته، وسعيد جدا طبعا لان انا من واحد من ضمن الناس اللي كنت بدعم موسيماني. سلام عليك يا ايمن على رؤيتك، يدي له مكافاه لا مش كده هو كان هي بص لا ابراهيم كان عنده تبني فكره لان فعلا من المدربين اللي انا بحبهم جدا. تمام صح، وكنت هو بيتكلم عليه كويس من اول ما دي حقيقه. ابو الذهب تحب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ انا طبعا ببارك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره ومبروك لمجلس ادارته واللاعبين، بطوله غاليه جدا، يمكن فوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك. مش عايز اقول للزمالك هارد لك، النهارده جماهير الزمالك تفرح بلاعيبتها، عملوا مباراه كبيره جدا، بقول لهم هارد لك وربنا يكرمهم في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. نشكركم كباتن، يوم جميل سواء للاهلي والزمالك لكن احلى للاهلي، ويعني اكيد واحنا بنتكلم برافو الكره المصريه النهارده، سواء بقى كل المنظومه كلها من الوزاره للاعبين للانديه لمجالس الادارات، الامور مشيت النهارده بشكل جيد، اللاعبين داخل الملعب مشيت بشكل جيد، وده اللي احنا كنا منتظرينه. وانتهت المباراه على خير، الفايز هو النادي الاهلي بطل افريقيا، سيد اسياد افريقيا الكبير دايما في افريقيا، وده المعتاد دائما من النادي الاهلي، يفرح جماهيره، وده شيء دائما بنسعد بيه او بيسعد بيه جمهور النادي الاهلي. هارد لك نادي الزمالك، واكيد طبعا ادوا اداء بشكل جيد، واكيد واحنا بنتكلم على فرحه جمهور النادي الاهلي واحنا بنسعد بيه، وهو سعيد جدا النهارده لان احنا بنتكلم في كم وملايين الملايين من الاهلاويه النهارده سعداء بفرحه فوز فريقهم ببطوله افريقيا والحصول على بطوله التاسعه اللي كانت دايما مسببه مشكله كلمه التاسعه. النهارده كسر النادي الاهلي حاجز الكلمة النحس التاسعة، النهاردة فوز للبطولة التاسعة وفي انتظار البطولة العشرة بالنسبة لهم. خلينا نروح لشوف جماهير النادي الأهلي وهي فرحانة وهتفضل فرحانة لغاية الصباح الباكر، وبالتالي إن شاء الله نشوفكم بكرة على خير إن شاء الله في البريمو، تصبحوا على خير ويوم جميل.